وأقدم لكم اليوم في محاضرتنا استجابة العمل الإنساني للتغير المناخي الدكتور هاني الونا، مؤسس الإغاثة الإسلامية عبر العالم ومتحدث في عدة مؤتمرات دولية ومحلية، مع خبرة في العمل الإنساني تفوق 30 سنة، ملتزم بالمبادئ الإنسانية ويعزز مشاركة الشباب والنساء في العمل الإنساني والتنمية المجتمعية. شكرا أستاذ لحضورك معنا وأخذ من وقتك أن تشارك في هذه المحاضرة. جزاك الله خير. شكرا أخت نورة، شكرا اللي هو مبادرة فسيلة في جامعة قطر. الحمد لله، وأنا سعيد جدا جدا إن أنا معاكم اليوم، ودي تعتبر المحاضرة نمرة 6 اللي أنا بتشرف إن أنا أتكلم فيها معاكم عن العمل الإنساني وعن العمل الاجتماعي وعن مسار المجتمع المدني إلى آخره إلى آخره. النهاردة هنتكلم عن المناخ والتغير المناخي. ممكن تقعدي لو أنت عايزة تفتحي الكرسي ده. أنت الرئيس. التغير المناخي. والتغير المناخي هو أصبح يعني حدث كبير عالمي، بالرغم إن في بعض الدول لا تؤمن به. خاصة بعض الدول الصناعية اللي مؤسساتها وشركاتها ومصانعها يساعدوا في تلوث المناخ والاحتباس الحراري وزيادة الثقب بتاع الأوزون اللي موجود في السماء ده إلى آخره. فهي حرب ما بين القيم وحرب ما بين الأخلاق بتاعت مثل هذه الدول والسياسات بتاعت مثل هذه الدول. أنا بس هقول كلمات كده بسيطة لنا جميعا، لأن أنا لست خبير في التغير المناخي والكلايمت شينج، ولكني عامل فقط. وطالما أنتم كلمتوني إن أنا أتكلم عن التغير المناخي، أنا هتكلم عن حاجة معينة، تعريف اللي هو المناخ وكيف نغير المناخ. إذا أردنا إننا ننظر لكيف نغير المناخ إيجابيا، فهي مسيرة نظام منظم لتغيير وإدارة الحيثيات المجتمعية. يعني اوعى تفتكر انك هتغير المناخ ايجابيا وتصلحي الكون مره اخرى، الكون ربنا خلقه في ملايين السنين وعمل فيه مناخ معين واصبح فيه ركائز ورواكز كتيره جدا في العالم، من الغابات والحيوانات والجبال والانهار والبحار والمحيطات والمياه الجوفيه والبرك والمستنقعات الى اخره. حذار انك تكون يوم تقول لا انا هاخد قرار اطلع 100 مليون او نص مليون او مليار او 2 مليار هيغيرها، لا، هي مسيره لنظام منظم، نظام ينظم. واخد بال حضرتك؟ نظام ينظم. واخد بالك ينظم ايه؟ ينظم اداره التغيير بتاعت حيثيات المجتمعات. يعني اقول لك ايه؟ انا عايز احافظ على المياه. ازاي؟ لازم اعمل نظام المحافظه على المياه. انا عايز احافظ على الرقعه الزراعيه الخضراء في كل منطقه في العالم، حاجه اسمها جرين بيلت اللي هو الحزام الاخضر، اللي هي الحكومات بترفض، الحكومات القويه يعني بترفض ان يبنى في داخل هذا الحزام الاخضر اي مباني، ولو بنيت مباني بيبقى في نسبه معينه في الحزام الاخضر ده ما تساويش 4% او 5% من منطقه الحزام الاخضر، لان الحزام الاخضر هو اللي بيحافظ على عدم التلوث البيئي في المنطقه دي كلها. فده ايه الحيثيه اللي احنا بنتكلم عنها؟ ان انا عايز المنطقه دي مش عايز مثلا احافظ على الغابات، ممنوع ان انا ابني فيها، بحافظ على الاماكن اللي هي بنعتبرها اللي هي اللي هي المحميات. كيف احافظ على الحيوانات والطيور في مثل هذه المحميات؟ عايز احافظ على هجره الطيور من اوروبا لافريقيا واسيا والعكس. كيف؟ عايز احافظ على هجره الحيوانات داخل الدول الافريقيه. كل هذه الاشياء الحيثيات، لو سال حيثيات كان حيوان او طير او مياه او يعني خضره غابات الى اخره الى اخره. كل هذه الاشياء نرجع نقول كلمه ثانيه، هي مسيره نظام منظم. يعني it is a it's يعني مسيره لنظام السيستم بينظم to organize. ها؟ to organize ايه؟ اللي هو اداره التغيير. اداره التغيير
الحيثية نفسها. نحن نتكلم عنها سواء كانت حيثية، كانت حيوان، كانت طائر، كانت أرض زراعية، كانت بر، إلى آخره إلى آخره. خلاص؟ ده بالنسبة لنا اللي هو التعريف الأول اللي أنا كتبته النهاردة الحمد لله. التغير المناخي سلوك. أنا هتكلم النهاردة على السلوكيات، لأن أنا ممكن نتفرج من شهر تقريبا على الحرائق في الأمازون. الأمازون تعتبر اللي هي أحد الرئات اللي هي اللانكس اللي احنا بنتنشق منها الأكسجين. فازاي احنا نروح نحرق الرئة دي عشان نموت؟ في المناطق المحميات دي كلها، الغابات دي، في صراع ما بين الاقتصاديين والناس اللي عايزين يطوروا، وما بين الناس اللي هم عايزين يحافظوا على المحميات. الغالب بيكسب الناس اللي معهم مال، الاقتصاديين دول. يقول طب احنا هناخد منك الألف هكتار دول. ألف في ألف في ألف بتلاقي نوعية ايه؟ زحراء جرداء. وده حصل في الصومال، وحصل في الهند، وحصل في بنجلاديش، حصل في أماكن كتير جدا. جزء من الحرائق اللي بتحدث في الأمازون أو في أنجولا زي ما كان موجودة، أو في الكونغو زي ما كان موجودة من خلال شهر أو شهرين، هو إن درجة الرطوبة داخل اللي هو الغابات دي قلت. لما مفيش بحر كتير، في شجرة تقطع، فمعناه إيه؟ لما تحصل أي حريقة بسيطة بتنتشر بسرعة، لأن أصبحت الأرض جافة، أكثر جفافة مما كانت من قبل. يعني في الماضي من 40-50 سنة كان ممكن تحصل حريقة، لكن لأن في رطوبة عالية جدا في الداخل فبتكون محدودة. يعني حريقة الأمازون دي المفروض الناس تفكر فيها، ليه استمر الأسابيع دي كلها؟ هل هي فعل فعل أو هي مجرد حصلت إن هي يعني يعني قدرا كده الى اخره. لكن في شيء مهم جدا نعرفه، ان درجه الجفاف ارتفعت، فلذلك اصبح هناك سرعه في انتشار الحريقه من A ل B ل C ل D. فالتغير المناخي هو سلوك واخلاق، سلوك واخلاق. انا هخش كده في، لان احنا دلوقتي موجودين، ربنا فاتح علينا الحمد لله بامكانيات ماديه كتيره جدا، فقدرة استهلاكنا وإضاعتنا للمقدرات في بلدنا عالية جدا. الكهرباء قد تكون الحكومة عندنا اللي هو معفية الوطنيين من استهلاك الكهرباء، ده يسيء للإيه؟ يؤدي إلى تغير مناخي سلبي. الكهرباء أسيبها بقى ما بلاش، صح؟ المية أسيبها مفتوحة، وأبقى أتوضى مثلا أفتح الدش لما بفتح. انا كنت في احد المؤتمرات في المانيا من 10 سنين تقريبا، قلت لهم تتكلموا على التغير المناخي، شوفوا الدش احنا عملناه كاكتشاف جديد جدا، وكميه الميه اللي بتهلك من حمام واحد الى اخره. ده سلوكيات. يبقى احنا بنساعد على احداث التغير المناخي السلبي اللي بيقلل من المقدرات بتاعتنا في بلادنا في الداخل بسلوكياتنا. العربيات اللي عندنا، كميه الهالك من الايه، من البخ او من الدخان اللي بيطلع. لا انا عندي 3-4 عربيات، ليه؟ كميه الاموال انا بصرفها. انا كان في طفل عنده سنتين اهو، وبابا يعني حبيبي وصديقي وكل حاجه، فكنت انا بغني له اغنيه اسمها اولد ما بدنا هذا فار، عم محمد، انا عاملها بالعربي، عم محمد عنده غير، بتتكلم معايا هي عم محمد عنده غيط، فيها الغيط عنده فرفور، انت فرفور ها. فالولد جميل، فبيقول لي يا عم يا عمو، قلت له نعم، قال لي عندك عربيه؟ قلت له اه، قال لي ماركتها ايه؟ قلت له يعني انا طبعا العربيه بتاعتي مرسيدس، اتباعت 50 مره قبل ما اشتريها، يعني شوف مثلا من 50 سنه اتباع. فقلت له فالواد ما فهمهاش، قال لي عندك بورش؟ قلت له ايه؟ انا مش فاهم هو بيقول ايه طبعا، انت من اغلى العربيات، فشوف العربيه دي انا بدفع فيها قد ايه؟ بدفع، كان عندي عربيتين ثلاثه، ده استهلاك لدخل عالي عندي، انا مش محتاج استهلكه. عندي عربيتين ثلاثه اربعه الى اخره. القمام انا برميها فين؟ برميها وحد بيشيلها. الحفلات اللي احنا بنعملها، بدل ما نذبح خروف واحد يقضينا كلنا، نذبح اربع خمس او 10 خفان ما ناكلش نصهم او ثلاث ارباعهم. فاحنا اثرنا على الثروه الحيوانيه، اثرنا على الثروه الزراعيه، وبعدين رميناها في الزباله.
ده كله بيؤدي سلبا للتغير المناخي، لان استهلاك عالي جدا 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 للثروات الزراعيه والحيوانيه وحتى مصادر المياه اللي عندنا في الداخل. فدي سلوك، يعني الولائم والاعراض اللي احنا بنشوفها عندنا ان هو دي بتؤدي سلبا لزياده التغير المناخي السلبي. واخدين بالكم؟ البيوت اللي احنا بنبنيها بيوت غير صالحه، بيوت ليس لها علاقه بالبيئه، ما هي بيسموها كلايمت فريندلي او احنا باللغه العربيه ايه اللي هي غير بيئيه. بمعنى ايه؟ انا مثلا في بلد زي هنا حرب، البيت ما يبقاش، السقف ما يبقاش واطي، شبابيك ما تبقاش صغيره، ما يبقاش فيه مثلا، حتى هتيجي من الناس المعماريين هيقول لك اعمل لي كذا كذا بناء على المناخ اللي عندي، وبضطر ان انا اعمل الحاجات دي كلها، اجيب في كل غرفه مكيف. المكيف بيصيبني بامراض كتير جدا. من الناس اللي عايشين في بعض المناطق المعتمده على التكييف دي عندهم امراض روماتيزميه، ريماتويد، الريومات اللي بيجي في المفاصل دي كلها، او الرب اللي احنا عارفينه. خد بالك؟ فلما نتكلم عن حاجه زي كده هو المفروض يكون، انا كنت فاكر في واحد اسمه في مصر الله يرحمه بقى، استاذ اسمه ايه؟ مصطفى فتحي ولا اسمه ايه؟ حسن فتحي. حسن فتحي اتكلم على البيت اللي هو مبني من مكونات البيئه من الاربعينات، يعني من 70 سنه عمل حاجات، وعمل قريه في لوس انجلوس او في كاليفورنيا مش فاكر بالظبط ايه، هي قريه معتمده على المواد اللي احنا بنطلعها من البيئه. انا عندي بيئه فيها رمل وما حول الرمل، عندي بيئه فيها طمي او طينه، بيئه فيها صخر كذا كذا كذا، فاعمل الايه البيوت بتاعتي اللي بعيش فيها بناء على المكونات البيئيه اللي هي تعتبر موجوده عندي، بدل ما اجيب حاجات واعمل كتله خرسانيه. وكتله خرسانيه دي ليه؟ اصل انا كنت في الثمانينات لما كنت بزور هنا واحد ايه، احنا رحنا امريكا فعايزين نعمل زي ما عاملين هناك. طب امريكا فيها برد وفيها ثلج وفيها كذا وفيها كذا، ده مناخها، طب انا اجيبه عندي ليه؟ وانا اصلا عندي الشمس 24 ساعه في اليوم، في كل يوم، في كل اسبوع، في كل السنه كلها، وهكذا. فهو طريقه بناءنا للبيوت برضك دي بتساعد على التلوث البيئي والتغير المناخي السلبي. الوقت بتاعنا اللي احنا بنستعمله في الجوال والهاتف كم ساعه كل يوم؟ فبتعزلنا عن اننا يكون عندنا تواصل بيننا وبين البيئه اللي احنا عايشين فيها. ان احنا ما بنخرجش نمشي كل يوم، فنتفاعل مع المكونات البيئيه. اصبحنا دلوقتي نشوف البيئه اللي احنا عايشين فيها في الـ في الـ في, الـ في الفيسبوك، او يعني الله شفت الغزاله دي، طب ما هي في الشارع قدامك عندي، بس الدنيا حاضر مش عايز اخرج انا، لا الدنيا حاضر اخرج ليه؟ مين اللي بيعمل لي شوبينج؟ الشغاله اللي عندي. طب وانا اعمل ايه؟ مين اللي بيطبخ لي؟ كل هذه الاشياء بتخرب مننا شخصيات شكلها جميل لكن مضمونها ضعيف. انا هضرب مثلاً هنا هو للشابتين، مش لانهم من مصر يعني، بس انا اتقابلت معاهم واحده اسمها فريده، اتمنى انها بتسمعني هبعت لها التسجيل ده يا فريده، والثانيه اسمها هويده. هويده دي كانت مدرسه في كليه اللي هي التمريض في مصر وعندها دكتوراه. خلاص طلع في مخانه تروح البحر الاحمر، اسمها شلاتين، وايه ثاني اسمها ايه؟ حلايب وشلاتين. حلايب وشلاتين، يعني بينها وبين القاهره يمكن 1000 كيلو. وتعيش في الصحراء. وتعيش مع الحيوانات. وتعيش مع، تشوف لما كانت بتكتب وهي في حلايب وشلاتين، هي بتكتب على انواع الزهور وانواع النباتات وانواع الحيوانات وانواع الطيور، وكانت بتشوف السماء بطريقه مختلفه تماما عن اللي احنا بنشوفها في القاهره. فرفضت عيشه القاهره وراحت في حلايب وشلاتين. دي هويده. السلام عليك يا هويده. انت بقى مين؟ فريده. فريده اول ما اتجوزت خدت جوزها على فين؟ على سانت كاترين في سينا، والى الان بسم الله ما شاء الله عايشه في سينا. ان اصبح ليها رساله انها تترك المجتمع السريع، المجتمع اللي هو ما قد يكون يعني بتسموه يعني ملوث شويه، ملوث فكريا وملوث بيئيا وكذا كذا كذا، وتروح تعمل شيء في الصحراء. سواء كانت هويده او كانت فريده، بس انا مش هقول لك اسم العيله عشان ايه يعني. فهويده او فريده وغيرهم، انتوا بتشوفوا النساء الاوروبيات والامريكيات اللي بيجوا يقعدوا في افريقيا بالسنوات عشان يزرعوا شجر.
فانا عايز منكم يا شباب فسيله ان كل يوم تزرعوا فسيله في كم مكان بس ترعوها بعد كده. العمليه يا شيخه او يا نوره او يا أمنية الى اخره، العمليه مش يا حنان ولا يا هيا اللي ما فيش اسمك انت انت وردك نوره نوره وانا نوره تو. العمليه مش هروح ازرع شجره وامشي، لا العمليه زي كيف ارعى الشجره زي ما ارعى ابني. قطع الشجره كاني بتقتلي روح. الشجره فيها روح؟ صح؟ وانا اتخيل وانا بقطع الشجره دي كلها، يعني مثلا في بريطانيا مثلا في بيتي انا في الجنينه الشجره اصبح بقى لها 20 سنه شجره عاديه جدا جدا جدا، يعني مش الاشجار اللي هي اللي ليها حيثيه مختلفه عشان تشيليها لان الناس تمرد في المكان ده ل 20 سنه لا يمكن تقدر تقطعيها الا لما تروحي البلديه تديكي تصريح عشان تشيليها. كانوا بيعملوا الطريق قدام البيت بتاعنا عشان العجل يمشي، خلاص عجل يعني خدوا من الرصيف جزء العجل، عجل رايح الوسط المدينه كده وجاي من وسط المدينه كده. الحته اللي فيها الشجر كل قدام البيت في شجر في الشارع من الناحيتين لازم الطريق يلف حواليها بالرغم ان هو شجر عادي جدا جدا. ليه؟ لان الشجره ليها قيمه مجتمعيه عاليه. انا كنت فاكر في الستينات لما كنا نقلنا وسكننا في حته ناحيه المهندسين في مصر كان الشارع بتاع النيل ده بتاع العجوزه كان كله شجر بسم الله ما شاء الله الشارع كله. الناس مش فاهمه شالوه، واللي بيفكر اللي بينفذ ما عندوش ده. اللي زرعه ده ايام الملك وايام الانجليز فتلاقي الشجره كان قطرها يمكن مترين او ثلاث امتار وكان كل الشارع من كوبري الزمالك او من عند كوبري الامبابه يعني بتتكلم على اميال الا غير كوبري الجلاب على الناحيتين. يبقى انت ماشيه في الشارع ما فيش نقطه شمس تيجي عليك. جم ناس لا يفهموا لا في بيئه ولا يفهموا لا في زراعه ولا يفهموا في المحافظه على المجتمع. قصوا 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 كل ده بيساعد على التغير المناخي، واخد بال حضرتك؟ فبتضيع كميه من الطيور المهاجره او الحيوانات اللي كانت عايشه او حتى الزراعات اللي كنا بناكلها. كان في بعض الفواكه بناكلها زمان مش موجوده دلوقتي، ردم الترع وردم البرك قد مردم عشان نبيع ايه ده، او القاء اللي هو الصرف بتاع المصانع والبيوت في مجرى الانهار. فكم مره في المرات في اسكندريه كان في سنين من السنين في اسكندريه كان في كده البحر كان في كميه تلوث عاليه جدا لناس فاسده، مش بس في مكان واحد في كل الاماكن دي كلها. فانتوا مفروض هو اخلاق، فلو احنا عايزين نغير البيئه لابد ان احنا نخش نعيش مع البيئه. عايزك انت يا اخت اماني تبقي زي فريده، او انت يا نور تبقي زي اسمها ايه هوية، تقعدي بقى هناك خدت جوزها معاها. تعالى مش فاكر اسمه ايه لو جوز فريده وقعدت هناك دلوقتي خلفت ولدين بسم الله ولدها زي القمر يعني شكلها كانها مش مصريه بس هي مصريه بس جميل جمال القمر مش عارفه جايبهم منين دول يعني هم بشوف الجولات في الفيسبوك يعني كميتي منين دول. المهم يعني دكتور هل تحس ان العزل هو الحل ولا نطالب بمثلا قاده العالم ولا حكومات انه يغير حكم سياسه قاده العالم يبدأ على البيئه؟ شفتي قاده العالم يبدأوا بيك انت يبدأون فيني انا صحيح، لكن انا اذا عزلت نفسي اخليهم مع راحتهم يعني ما فيش مشكله. ما في كذا مجال، في كذا انك تعمل المجال بتعمل عليه الضغط اللوبينج والمناصره وانت في نفس الوقت يكون عندك مشروع. يعني كنا احنا بنتكلم امبارح في الجلسه في جامعه قطر الزراعه، قالوا ان الشيخه موزه عايزه تعمل زراعه مليون شجره. طب نزرع مليون شجره، بس انا ما هزرع مليون شجره بقى، لازم اقعد على الارض عشان اشوف الشجره دي هتطلع بعد كام سنه وما تضيعش. كتير جدا من مشاريع زراعه الشجره دي بتموت بعدها بسنه او سنتين، يعني مفيش حد يرعاها. تعرف يا نوره نوره ولا نوره؟ نوره يا نوره تعرف ليه بتموت؟ لان الفلاح مش قاعد على الارض، لان انت صاحبه الفكره بتسيبيها وتمشي. احنا خدنا الصوره ومشينا. طيب انا عايز اغير المناخ، اغيره ازاي؟ انا هزرع 100 شجره
وحسيب المدينة وحقعد هناك. هتكون انت بقى تصبح الأيقونة التي تنير الوطن كله، ليس الوطن كله، الإقليم كله، ليس الإقليم كله، العالم. ليه الناس الغربيين سبقونا في الحاجات دي كلها؟ لهم ضحوا بحياتهم ورفاهيتهم لمجتمعاتهم وخرجوا إلى مثل هذه الأماكن لكي يرعوا بناء فكرتهم داخل مجتمعات أخرى. اللي جيبهم من السويد أو من النرويج أو من بريطانيا أو من وستات كبار في السن وقاعدين مع، يعني مثلا أول مرة روح جنوب السودان 2003، يعني كل أنواع الحشرات بسم الله ما شاء الله شيلوا، كل أنواع الديدان شيلوا، عايز أشيل دودة من جبلك، كل أنواع الأمراض اللي هي ممكن تخش من صباع الواحد لغاية كبده أو لغاية رئته موجودة. وتلاقي في هناك ناس عندهم رسالة إنهم يقعدوا هناك عشان يغيروا المجتمع ده، وعارفين إن في حشرات، وعارفين إن فيها جراثيم، وعارفين إن فيها أمراض، لكن عندهم الرسالة بتاعتهم اللي بتخليهم يقعدوا هناك على الأرض ما يمشوش، مش يروح ياخدوا صورة ويمشوا. اوعوا تغير المناخ يا بنات ويا شباب، عمرهم ما هيتغير بالصورة والمشي. المناخ هيتغير بشيء بشخص هو مؤمن به. يعني الجور خد جائزة نوبل بتاعته السلام على تغير المناخ. الجور لو كان نائب رئيس الجمهورية بتاعت أمريكا مع بيل كلينتون، مش كده؟ اللي كان بعد كده الجور خدها على ايه؟ على التغير المناخ. الشباب اللي طالعين دول، بس اللي بتعمله الأمم المتحدة شيء جميل، بس دي مظاهرة. دي مظاهرة. مين فينا يروح يقعد في الأمازون ويقعد عشان يزرع كل يوم شجرة؟ أنت، أنا، هو، مع غير مناخ ازاي؟ مين اللي هيقعد هنا في الصحراء في قطر أو في الإمارات أو في السعودية وغير مناخ؟ إحنا. ونقول والله إحنا هنقعد وهنستمر. هتلاقي في تعاطف كتير جدا معاك. الناس مش فاهمة يعني إيه مناخ. الناس بيفسدوا المناخ هم مش عارفين، دون دراية. أنت لما تقعدي هناك وتوري لهم اللي هو المبادره بتاعتك اللي تحولت لمشروع، مشروع بدا يثمر، هيبتدي الناس ايه يتبعوك، وكتير جدا من الناس هيبتدوا يفهموا يعني ايه تغير المناخ. والدين بتاعنا يعني اماطه الاذى عن الطريق. هو ايه هو الاذى؟ اللي هي الاخذ اللي هو الزباله والحجاره والحاجات دي كلها. يعني لو انا ماشي في الطريق وحجر وقعني اتكسرت، خلاص ايش دخل ده في تغير المناخ؟ انا هروح المستشفى، هيجي لي علاج، حاجه السرير الى اخره. هتلاقي دوره الجرح اللي انا اخدته في الطريق ده من حجر بتاثر على المناخ سلبا، لان انا ايه بستفيد او ايه بستهلك اشياء من البيئه. وكذلك الاذى الاخر اللي كان عدم الوصول عشان مش نهانا عن ان نتبول ونتبرز في المياه، او نتبول ونتبرز على قناه الطريق، صح ولا غلط؟ والرسول عشان كان متخرج من 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 جورج تاون يونيفرسيتي ولا من كامبريدج ولا من اوكسفورد. التغير المناخي هو زي ما قلنا في الاول هو يعتبر اخلاقيات وسلوكيات، واخد بالك؟ وبعدين مشاركه من المجتمع مع الاخرين. انا فين؟ مش انت عايز تضغطي على الدول العظمى؟ اقول لك انا معاكي 180%، خلاص؟ بس في نفس الوقت اعملي مشروعك. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. في نفس الوقت هو مشروعك. لما تيجي تضغطي عليا يا نوره، تضغطي عليا وانت عندك مشروع في ايدك، وانت عندك منتج في ايدك، وانت عندك شراكه في ايدك، وانت عندك حيثيه في ايدك. مش هيقعدوا معاكي ابدا الا لما يشوف ان تجربتك نجحت، فيشتروها، اما يشتريها منك المجتمع او تستمع اليكي الكتل العظمى والدول العظمى الى اخره. الكماليات في حاجات كتير جدا احنا بنستعملها كل يوم احنا مش عايزينها. جايه لنا منين دي؟ ها؟ نقول بقى جاي لنا منين؟ أنا معايا فلوس، هاتي مندي. لا مش عجباني، هاتي مندي. لا مش عجباني. جاي منين الحاجات دي؟ ما دي كلها جاية من إيه؟ من المجتمع اللي حواليك. هل أنا محتاجها؟ هل أنا محتاجها؟ الحاجات اللي بتيجي كل يوم دي مش محتاجها. فلذلك الكماليات دي لابد، التغير المناخي هو سلوك في الاستهلاك. سلوك في الاستهلاك. يعني بسم الله ما شاء الله هجوزكم كلكم، مش هتجوزكم، هجوزكم. اقل واحده فيكم هتتجوز هتعملها ثلاث اربع جمال في الليله. لو اتاكل منهم جمل واحد كده بليل. انا اول مره اكلت الجمال دي كنت في مصر، وبعد ما اكلت بقى في الرياض، فببص على اللحمه لقيت العظمه كبيره شويه، قلت له عظمه خروف يا ابني، بص لي كده جمل. طب انا هاكل جمل ليه؟ جمل، جمل.
جمل هيا جمل ده كا. وبعدين انا هاجي ان شاء الله اجيب 100 جمل بس يتاكلوا. انا ما عنديش مشكله. لا مش اكيد ما بتاكلوش. ده بيطلع ثلاث ارباع الاكل صح ولا غلط؟ انا لو انا غلطان مسكوني يعني. اخي ما اكون على حد. مش انت انت كنت معانا. انت فاطمه طول. فاطمه طول مش كده؟ فين فاطمه وان؟ هي فاطمه وان. انت فاطمه وان ولا فاطمه طول؟ اكلتوها ولا وان؟ شري. المهم بشوف الحاجات دي كلها اللي احنا بنتكلم عنها واخدين بالكم. انا اتكلمت على تغيير المشي والحاجات دي كلها. الحاجات دي احنا ممكن نعملها سهله جدا انها تتعمل. انا هقول لك حاجه. صلوا على النبي. اما بخش على الحمام بستهلك كام ورقه؟ خلاص انا دخلت الحمام اتوضيت او دخلت الحمام يعني يعني قضيت حاجتي. كام ورقه؟ ممكن اكون محتاج 3 4 ورقات خلاص. لكن انا باخد 10 ورقات صح؟ خلاص انا دخلت الحمام فمطرح الكرسي مش نظيف انضفه بايدي. لما تلاقي الارض اللي بتتبنى دي تحت ايه انضفها انا. انا مش متعود انا في سلوكي الشخصي ان انا اعمل الشيء بايدي. وده خطير جدا في بناء اي مجتمع. هعيش اكتع هعيش عاجز كل شويه. ها هجيب حد يقول لي اقول لي عايزك تعمل كذا. لا انا عايز اعمل انا بنفسي. مين اللي هيربيني ولادي؟ لما تتجوزي انت خليكي 3 4 اطفال ولا طفل ولا طفلين بغض النظر مين اللي هيربيك ولادك؟ هجيب ده ترميهم لي؟ طب انا دوري ايه؟ خدت بالك؟ فكل الثقافه نفسها بتؤثر سلبا وايجابا على تغير المناخ. خدنا بالنا؟ مش هتكلم انا كتير بقى عشان تقولوا ايه تقتلوا ايه؟ تسالوا احسن ما انا اقعد اتكلم والكلام يعني بيغير او بيضيع بعضهم البعض. انا هتجوز. في اغنيه اسمها عايز اتجوز؟ الاغنيه اسمها كده؟ عايز اتجوز؟ ايوه احسن اجيب لك الاغاني الثانيه. في نفس الالبوم بحبك احمر. لا بحبك حمار دي حاجه ثانيه. على الاقل هنحافظ على الحمار. طب انا هتجوز على اساس ايه؟ على اساس انت شكلك حلو وخلاص؟ وانا شكلي وسيم وخلاص؟ لا. الزواج هو بناء مجتمعي. بناء مجتمع عشان نبني اسره. اسره تتحمل مسؤوليه، تبني مجتمع، تبني مسيره باجيال. والا بعد 6 اشهر بنتطلق. ليه نسب الطلاق في بعض الدول عاليه جدا؟ لان احنا متجوزين الجواز يعني نزهه. عادي بنت فلان ولا ابن فلان. طب وبعد كده؟ ها وبعدين؟ ها طيب ها اه وبعدين خلاص. لو انا عارف قيمه الجواز ولو عارف قيمه زوجتي ولو انا عارف قيمه زوجي ها والطلاق بيؤثر سلبا على كل على المجتمع كله. المجتمع كله فقط يعني. شوف انا بكلمك المجتمع ومشاكله المرتبطه بالتغير المناخي في سلوكيات الفرد في الاكل في الشراب التدوير اللي هو بيسميه ريسايكلينج. ده عندنا شركات تعمل ريسايكلينج بسيطة. ما انا شو انا بتكلم ايه؟ المسيرة ماشية واخدة المجتمع كله. عشان كده انا قلت التعريف في الأول اللي أنا كتبته قد يكون مبهم شوية اللي هو تغيير إدارة الحيثيات الموجودة. والحيثية هي كل شيء في المجتمع. كل شيء في المجتمع من البشر للشجر للأنهار للبحار كل هذه الأشياء. لما احنا بنطلع المية ونحليها من البحر والبحر كتير قوي. طب انا ليه انا كل يوم استهلك 1 مليار جالون وممكن استهلك نص مليار جالون؟ صح؟ ما احنا جايبين بقى البحر، البحر من اصله. هم مش عارفين الناس اغلبها مش عارفه ان المايه يروح بعمليه تحليه ولا خرج. شفتي؟ شفتي؟ ما انا بتكلم فالتغير المناخي وعي. مين يرفع الوعي ده عند الناس؟ عند امي وعند جدتي. انا كنت بكلمك عن جدتي رحمه الله عليها انها ما كانتش بتعلمها لكنها كانت واعيه. وعي انها لو ما حضرتش اداره بناء البيت بتاعها او بيت بنتها او بيت بنتها الثانيه ممكن العمال يبوظوا لها البيت، ممكن المهندس ما يجيش، ممكن المهندس ما يجيش. فده واعي بتدور فيها انها تحافظ على المال بتاع بناتها. كان عندها 70 سنه ما كانتش متعلمه وكانت قاعده كده عشان تشوف البيت ده بيتبني ازاي والبيت ده بيتبني ازاي. فالوعي ده يا اخواتنا ويا اخواننا هو اللي احنا عايزين نحطه في مخ الناس قبل ما نبتدي نخش الحكومات نضغط عليها. من غير ما يكون احنا عندنا وعي
من غير ما يكون عندنا تجربه، من غير ما يكون عندنا منتج، من غير ما يكون عندنا مشروع، مش ممكن هنضغط على الناس او نخلي الناس اللي تتعاون معنا. فالتغير المناخي الايجابي هو مسيره. قد يكون احد البايونيرز انتم كنتوا تدوروا على هو ازاي كان بيعمل البيوت دي، اللي هو اسمه حسن ايه؟ حسن فتحي. روحوا يا بنات اتفرجوا على حسن فتحي كان بيعمل ايه، مش لان هو مصري بس لان هو مبدع. قبل ان يخرج العالم الغربي للبيوت البيئيه دي، ايكو سيستم، ها الايكو سيستم، لما يطلع بقى ويتخرج، وهو بقى بنى البيوت دي في الاربعينات، يعني معناها انه كان بيفكر من الثلاثينات. ده ابوكوا وجدكوا وعمكوا اعتزوا بيه. التغير المناخي بدك السبب بجزء من الثقافه بتاعتي. انا عايز ابقى زي الاوروبيين، ليه؟ انا عايز اخنف زيهم، ليه؟ انتوا لو بتلاحظوا انا كنت عندكم في الجامعه كان الاكسنت بتاعتي، اللهجه بتاعتي بالانجليزي كانت مصريه، صح؟ صح ولا غلط؟ يعني از وار مش من لندن ولا من امريكا، از وار ووز وكل الحاجات دي جايه من ايه؟ ليه؟ لان في يوم من الايام كرهت ان انا اغير لهجتي المصريه للغه الانجليزيه، لا انا كده وهتكلم الانجليزي باللوندي معايا، عارف اللوندي؟ نيو لانجوج، واخد بالك؟ معتز بيها. زي ما الامريكي بيخنف في مناخيره وزي مش عارف بيتكلم، ولما تروح انت بريطانيا مثلا هتلاقي كل منطقه ليها لهجه معينه او لكنه، سوري مش لهجه، لكنه معينه. من اسكتلندا بلاسكو تختلف عن ادنبرا، تختلف عن الشمال اللي هو بتاع الكوكنيز، تختلف عن وسط بريطانيا على لندن على ده انت من برمنغهام، ده انت من ليز، ده انت من براتفورد، الناس عارفه كده لان ده الثقافه بتاعتهم. انا بقى ثقافتي ان انا عربي فبتكلم انجليزي بالايه؟ بالعربي. زين دكتور، ممكن المشكله انت قلت احنا نشتغل على رفع وعي المجتمع، صح؟ اه انا دلوقتي انا هوقف وكلكم هتيجوا تتكلموا كده زي ما عملنا احنا قبل كده في الجامعه، وكنت انت سيده القصر. فانا كده تعتبر خلصت في المقدمه، اما انتم فعليكم بالاسئله وعليكم بالاطروحات وعليكم بالحلول. جزاكن وجزاكم، حتى ما فيهم انت جزاكم، عشان انت منهن ولا منهم؟ منهم. جزاكم الله خير. تعالي يا نورة تفتتح انت التعليقات وكلكم هتتكلموا، ها رجالا ونساء، شيوخا وشباب. تفضلي يا نورة. اوكي، اول سؤال بالنسبه لي، انت قلت ان لازم نشتغل على رفع وعي المجتمع، كيف احنا ممكن نرفع وعي، خصوصا لو نقول حتى المجتمع الكبير او برا، موضوع التغير المناخي عندهم ما يشد الناس، حتى لو كنت تعرض محاضره ولا تعرض نشاط بيئي الكل راح ينفر منه وما راح يشارك، يفضل انه يوثق شيء ثاني. عشان كذا انا من وجهه نظري كان انه نشتغل من الاعلى للاسفل، من على قاده لين تحت يكون افضل. ليش؟ لانهم ممكن يوجهونهم ويفرضون عليهم هالشيء. لان لو راح نشتغل على انه اقنع شخص يحضر معاي ما يجي يضيع وقته تغير مناخي، نفس ما قلت وايد ناس ما يعرفون شنو التغير المناخي ولا يكون يعرفون، اتوقع شنو يكون افضل. فليش تشوف هالشيء؟ هالشيء شنو الدور اللي يلعبه العمل الانساني في التصدي للتغير المناخي؟ انت دلوقتي على مستوى مبادره فسيلة، عندكم مثلا 20 طالب او 30 طالب في الجامعه في المجموعه بتاعتكم، صح؟ لا عايز بس حاجه عشان تشيلوا ما عرفتش ورا تبسيط الرساله للناس، لعامه الناس، تبسيط رساله التغير. يعني كلمه تغير مناخي لما تيجي عند واحد بدوي زي حالات انا قاعد في الصحراء مع الجبال مع المعيز، قال لي ازاي ان انت بتعلميه التغير المناخي ده في التاثير على الناقه، على اللبن بتاع الناقه، على الزرع اللي بيطلعها، على الثمر اللي عنده، على كلها. فانت وظيفتك في الوعي يا اخت نوره انك انت تبسطي الرساله، لان في مقوله عندنا كده ان كل مقام مقال. لما هتكلم انا مع الفلاح غير لما هتكلم مع الطبيب غير لما هتكلم مع البدوي غير لما هتكلم مع الاخرين، خدت بالك؟ فدول الصعوبه هنا، غير لما هتكلم مع المشايخ ان انا عايز استفيد منهم عشان هم ايه ياخدوها كرساله في خطب الجمعه والمواعظ الى اخره الى اخره. فانا دوري كرسول مجتمعي لنشر قضيه المحافظه على البيئه ومحاربه التغير المناخي السلبي، ان انا اكون اتبسط في كلماتي مع كل هؤلاء.
لا أتقعر ولا أتخنف وأخنف ولا أدخل نفسي، مش هيفهموك. أتبسط على كل على حسب كل مجموعة أنا بتكلم معها. مع الشباب هتحلمين بطريقة أكثر. فأنت شوفي اقعدوا، أهم حاجة في 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 هذا المجال نقعد كيف نخاطب المجتمع. أنت بتلاقي في بعض الناس بيتكلموا في التلفزيون علماء غير عاديين، محدش يفهم منهم حاجة. سياسيين بارعين، محدش يفهم منهم حاجة. وتلاقي ناس بسطاء جدا 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 يتكلموا كلمة الله الله. طب احنا قلنا الكلام ده بقالنا سنة واثنين وثلاثة وخمسة ما ردتش عليه، يعني هو عشان بس نورة جت اتكلمت، لأن نورة جت لما جت تتكلم عرفت ازاي الناس بتفكر، وعرفت المصطلحات اللي الناس عايزاها، وعرفت ثقافة المجتمع اللي بيتكلموا. أنا عالم بس عالم في برج عالم، واخد بالك؟ هنا ده الاستشكال الأول. الاستشكال الأول يا أخت نورة لابد إن فسيلة يكون لها مشروع علشان نستطيع نتكلم عن المنتج هذا المشروع. لابد إن فسيلة يكون عندها إيه؟ فريق متكاتف مع بعضه يستطيع أن هو كل واحد فيما يتخصص في جزء من المجتمع بتاعنا. لابد السلسلة بقى بتاعة الفكرة والمحاضرة لسه نورة لم تقتنع بما أقول بعد، فهي بتهز رأسها بتقول لي كمل بقى، ها ها خش الموضوع. شفت أنا فاهمها إزاي؟ ما بتغير مناخ بتاعي أنا، أنا مناخي مختلف عن مناخها، فهي كده خدت بالك؟ فقدرتنا على إننا نخاطب المجتمع هو ده النجاح، هو ده النجاح اللي إحنا بنقول عليه الناس هتبتدي تسمع لنا. لو كان الرسول صلى الله عليه وسلم جه مجتمع عربي بيتكلم بالإنجليزي كان حد هيفهمه؟ أو لو ما كانش جه من مكة ومن قريش وكان جالهم من الأردن، ولا ما كانش فيه اسمها أردن في الوقت ده، من المنطقة بتاعت الشام، ده أجنبي عندنا مش عارف هو مين. لكن ده جه عارفين أبوه وعارفين أمه وعارفين جده وعارفين قبيلته وعارفين لابوته، عارفين سيرته الذاتية، عارفين أخلاقه وكل الحاجات دي كلها، لذلك هم تقبلوه كفرد منهم. فأنت بمجتمعك هتكوني الملكة، بس تعرفي إن أنت إزاي تتعاملي بلغة المجتمع مع المجتمع. أنا كان لي محاضرة في 2012 في مصر لما لقيت بالمستوى استعمال المصطلحات في الشارع ما بين البنات والشباب مستوى هابط هابط، زواج فؤادة من عتريس باطل مش كده؟ هابط أو باطل، عارفة فؤادة وعتريس؟ اتجوزوا بعض. المهم فضلت أمشي في الشارع المصري ألم كل المصطلحات الهابطة والهابطة فعلا اللي بيستعملوها الناس السوقة والناس اللي كذا، والشباب اللي هم بيتكلموا لابسين حجاب وكلموا كلام يعني ما اقدرش اقوله لكم كلام. فاول ما قلت لهم بعد الاغاني كذا صوتوا، اوعى تتكلم اوعى تكمل ليه، عارفين ده انتوا مش دي دول بتاعت الشارع. فالنساء اللي كانوا موجودين كان بقى في ناس عندهم لحيه وعنقاب والحاجات دي كلها، بدا هم يطلعوا كل المصطلحات. فانت لابد انت بتخشي على المجتمع يا اخت نوره تعرفي بيتكلموا ازاي بلغه القوم بلغة القوم. ده السؤال الأولاني. السؤال الثاني شنو الدور اللي العمل الإنساني؟ العمل الإنساني ياخد حولك حاجة، ياخد التغير أو محاربة التسحر والجفاف والانحباس الحالي كمقطع في كل مشاريعه. يعني ما فيش مشروع أعمله في أي مكان إلا في منتصفه اللي هو كيف إن أنا أحارب التسحر والجفاف. أنا هعمل مشاريع لتمكين الأسر اللي هم الأبقار والغنم وكذا وكذا وكذا، بالذات كيف كيف هذا سيؤثر على المناخ إيجابا مش سلبا. أنا هعمل مشروع بير ولا مشروع سد ولا مشروع خزان مياه اللي بنحفره ده؟ لا أنا مش هعمل أبار خلاص بطلت، أنا شخصيا بطلت، لأن البير بياخد من مخزون الأرض، مخزون إيه؟ المياه اللي في الأرض. اما الخزان فبيرفع مخزون الارض. تعرفوا يا شباب ان كل سنه في الصومال وفي المناطق دي كلها بتنزل سيول فيها مليارات الجالونات من الميه اللي بتمشي على المحيط. طب انا ما عملتش ايه خزان ليه؟ حاجز ان شاء الله يكون حاجه بلدي. ما عملت ليه؟ لا البير اسهل لي يا نوره، البير اسهل لي يا بناتي يا اماني، البير اسهل لي ليه؟ أصلاً البير ده معاك ايه؟ باسم الحاج فلان وطلع له الصوره بعد سنتين بالحنشر. انا باخد من منسوب المايه اللي تحت،
لكن لو انت لو انا جيت قلت عند الحاج فيها قلت له شوف يا عم الحاج انا هعمل لك هنا حفيره. انا شفت الحبر لما رحت صومال السنه دي كنت مع مسلم ايه واخد بالك؟ فاخدين بالكم الحفيره دي ممكن تقعد بقى 6 اشهر الحيوانات بتيجي تشتري، لكن لو تبخر جزء منها وشرب الحيوانات البشر منها الجزء الثاني هينزل فين؟ في الارض. يبقى من النصوب الميه اللي انت بتعمليها في الارض يبقى انا ابقى اشوف فلسفه بناء حفر الابار ولا فلسفه عمل خزانات وعمل وبناء اللي هو الايه؟ اللي هي السدود. طبعا السدود بتكلف اكتر. هنا بقى يجي النقطه الثانيه يا اخت نوره، ان ليه ما عدتش تتكلم 4-5 جمعيات واحب ان انا اعمل مشروع لسد في مصر في مجرى السيل للانهار بيز الموسمي ده ب 4 أو 5 أو 10 مليون. مش مهم يكون بس اسم انا عليها، مش مهم يكون اسم دولتي بس عليها، يكون مؤسسه من قطر، مؤسسه من البحرين، مؤسسه من الامارات، مؤسسه من الكويت، او 3-4 مؤسسات من قطر، او 3-4 مؤسسات من مصر، او 3-4 مؤسسات من بريطانيا، ونحطها عشان نجيب الخمسه ولا 10 مليون. لان في النهايه الفلوس اللي عندي كلها للمجتمع، فده بيساعد على اعاده ايه؟ استقرار المناخ مره ثانيه. فبالنسبه للمؤسسات يكون كروس كاتنج. في كل مشاريعي في سياسه للمؤسسه ان انا بحارب التصحر والجفاف. انا اول مره زرنا مالي او النيجر مش فاكر ايه واحد فيهم، كنا بنجيب المياه من الخرطوم، بالخرطوم من النهر النيجر لحته كده يعني بلدي خالص، وكل ما كل اسره واخدها حته 20 متر في 20 متر او 20 متر في 15 متر. عشان بس طلعوا الاكل بتاعه 3-4 محاسين في السنه. بعد سنه 2007 2019 لما راح رئيس المؤسسه دلوقتي كان بيبكي ان اصبحت موائد واصبحت اشياء غير عاديه. وانا اخوكم الان حاليا هناك هتتمتعوا جدا بيها. اصبحت موائد كتير ليه بعد ساعه؟ بعد 17 سنه اصبحت اشجار واصبحت مجتمعات. بس ده كان في النهايه في 14 سنه او 13 سنة. فالتغير المناخ مش هتغير سلبا او ايجابا في يوم وليلة او بقرار ملكي او قرار جمهوري او قرار وزاري. هتغير بعملك انت، ان انت كل سنة بتقولي انا هاخد الحتة دي والحتة دي والحتة دي، وكيكون ايه لسياسة المؤسسة. ده بالنسبة لسؤالين بتوع حضرتك. مين تاني يا شباب؟ يلا تعالى، انت عايز تتكلم انت ورافع حواجبك، وانا عايزك انت عشان تجيب حواجبك. تعالى عندي هنا. انا نضيف هنا. اتفضل قول اللي انت عايز تقوله. انا جاي اتعلم منك. لا بس سؤال لحضرتك. هنكلم التلفزيون. طيب شويه. هي قضايا المناخ قضايا هامه جدا، وقضايا البيئه قضايا هامه جدا، بس هل هي واكثر حاجه بتنادي بيها منظومات المجتمع المدني اكثر من اي مؤسسات اخرى؟ فهل الاعمال الاغاثيه والاعمال التنمويه اثرت على الاعمال في او جذب الانتباه في ناحيه الاعمال البيئيه؟ ووضح دخلت يعني حاجات في بعضها. اغلبيه المؤسسات المجتمع المدني بتشتغل في الاعمال الاغاثيه والاعمال التنمويه اكثر. من الاعمال اللي هي خاصه بالبيئه وتغيير المناخ. هل الاحداث الاخرانيه وما يدور في العالم اثر على ان المؤسسات دي تهتم بالاعمال الاغاثيه اكثر من اهتمام بالبيئه؟ طبعا. طيب ازاي نقدر نواجه ده؟ طيب ما ده نرجع لمرحله الوعي اللي كنت بتكلم مع نوره من شويه او مع كل البنات من شويه يعني. معناها ايه؟ معناها دلوقتي ان انا هقول لك حاجه، مش بس التغير المناخي مش موجود على الخريطه، الابحاث مش موجوده على الطريق على الخريطه بتاعت العمل الانساني الخارجي الخير العربي، التنميه البشريه الهيومن ريسورس ديفلوبمنت مش موجوده على الخريطه، الشراكات مش موجوده على الخريطه. احنا اصبحنا حضرتك اسمك ايه؟ بدر. انت بدر؟ بدر البدور انت يعني. بسم الله ما شاء الله. اما نبص على الموضوع ده نبص نلاقي ايه؟ نلاقي ان انا اصبحت بنفعل مع الحدث الاغاثي الناتج عن كارثه طبيعيه او الناتج عن مواجهات مسلحه. لان الحدث المتاثرين ملايين، لو اتكلمنا عن سوريا او الرهينجا او اليوغور او اليمن او في ليبيا او في جنوب السودان او في النيجر او في مالي او 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 الاخره، هنلاقي او في فلسطين في غزه كل الحاجات دي كلها، او في اريتريا اللي احنا ناسينها، اريتريا فيها 400,000 في السودان بقى لهم 50 سنه في السبعينات. فاحنا بننسى ليه؟ لان كم البشر اللي خرج علينا من المواجهات المسلحه خلانا نضع التغير المناخي مش اولويه كشيء ثانوي.
دي نمرة واحدة. فلذلك كلنا تخصصنا في الاستجابة الفورية السريعة الإغاثية. وطبعاً استجابتنا لها مش 100%، لا أبداً. استجابتنا لها قد تكون يعني قاصرة وقصيرة الأمد. العمل التنموي لابد يكون فيه متقاطع معه سياسة المحافظة على البيئة والمحافظة على المناخ ومحاربة الصحر والجفاف. لأن في العمل الإغاثي لأنه سريع مش هقدر تحط فيه برنامج لمحاربة الصحر والجفاف والاحتباس الحراري. لكن في العمل التنموي بتاعك لما بنتكلم على البيوت اللي احنا بنبنيها وبنتكلم على المشاريع اللي بتاعت الإعاشة للناس وحفر الآبار وحفر السدود إلى آخره إلى آخره، لابد تكون معمولة من خلال سياسة للمحافظة على مقدرات البيئة ومحافظة على المناخ نفسه. فالاثنين مختلفين تماما. لكن أقول لك منتهى الصراحة وأنا العهد علينا، إحنا انشغلنا وده مش حرام ومش عيب بالكوارث ونسينا التنمية ونسينا البحث. أنا بقول للناس يا بنات ويا شباب، البحث بيجيب فلوس، البحث بيجيب فلوس، FLOS في اللغة الإنجليزية بقى هي FLOS. لو أنت تروح بقى كامبريدج ولا أكسفورد تقول لهم دو يو هاف FLOS؟ المهم ليه؟ لان لما تطلع ورقه بحثيه محترمه ب $100,000 دي كان مثلا، كان في احد المديرين المؤسسات الكبيره في باكستان قال لي احنا كلفنا بحث $100,000 جبنا عليه 3-4 مليون دولار. فلو انت خدمت البحث هتخدم الحكومه، هتخدم مؤسسات دوليه، لان انت عندك المعلومه اللي انت على الارض الواقع. مين هيجيب الاحصائيات اللي عن السوريين او اليمنيين او في باكستان او في الهند الا انت؟ لكن لو انت نظمت معلوماتك وحولتها لورقه بحثيه بتعملها جامعه محترمه كلفتك 100,000، ممكن 100,000 دولار دي ما كانش عندهم جمعيه واحده، كان عندها 3-4 جمعيات مشتركين فيه. احنا بقى مشكلتنا ان مش عايزين نشتغل مع بعض، كل واحد اي عايز يحط الشعار بتاعه. شايفين الشعار ده؟ عارف انت الشعار ده نور؟ ها عارفه ما تقولهمش عليه. ها المهم ده المشكله بتاعتنا، مشكله نفسيه نفسنا، مؤسستي 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 مؤسستي. فالحاجات دي كلها واحنا داخلين في اي مشروع تنموي نحط في قاطع مشترك اكبر في كل مكون من مكونات هذا المشروع فلسفه المحافظه على المناخ وعلى البيئه. حتى ولو كان ده ان احنا بنزرع كل سنه 100 شجره او 200 شجره او 500 شجره او 1000 شجره. ولو كان عندنا هنا في قطر توجه ان الحكومه عايزه تزرع 1,000,000 شجرة، ناخد احنا من 1,000,000 دول او 5، بس خلي بالكم ناخدهم ونركض على الارض، مش نروح نحصلها ونيجي. ها تحصلها وتيجي ما تتكلمش معايا، لكن تروح زي ما ذكرت مثلا بتاع فريده وبتاع هويده وبتاع الناس اللي راحوا وسابوا بلادهم في اوروبا وامريكا وعايشين في وسط الادغال دول. وزي ما احنا بدأنا من 2007 ولا 2005 في نيجر ومالي والوقت البحث موائل، هو ده بنتكلم عنه. التغير المناخي مش فسحة، مش صورة، مش مقالة في الإذاعة والتلفزيون وتسقيفة. شوف بنتي، شوف مراتي عملت وبعدين لو بعد كده خدت بالكم. فده بالنسبة لإيه؟ لازم يكون مقاطع مشترك عصر. بنات اتفضلوا تعالي يا حنان. عادي كده من هنا؟ لا تعالي جنبي هنا عشان تطلعي هناك. ما انت لما تيجي هنا هتطلعي هناك، لما تقعدي هناك مش هتطلعي هنا. هاي هاي. وثانيا انا مش سؤال بس اعتقد ان هذه اشياء. طب مش مهم يكون سؤال، قول لهم رايك. مداخلة. يعني في اشياء ممكن تتكلم فيها، مثل اعتقد انك وسعت من مفهوم التصرفات اللي احنا نتصرفها. يعني احنا عادة كنا نتكلم عن الاستهلاك اليومي، كنا نتكلم عن اشياء اخرى كانت قريبه جدا للبيئه، بس اعتقد انك انت وسعتها وصلتها للزواج مثلا. فابدا انا ما كنت افكر انه ممكن الموضوع يكون اوسع من كذي، ان كل شيء بالنهايه مربوط في بعض اللي هو المسؤوليه، ان كل فرد يتحمل مسؤوليته، تصرفاته، وعيه يرجع بشكل او اخر على تصرفاتنا وبالتالي ياثر في البيئه والمجتمع والاقليم. نفس ما تقول هذه نقطه كنت قاعد افكر فيها. وشيء اضافي كنت يعني بعلق عليه اللي هو كل
مقام المقال. احنا كنا كثير نشوف ان قاعدين نعاني ليش ما الناس ما يجون او شنو الفرق بيننا. فجأة قمنا حسنا ان احنا يعني فئة مستقلة عن المجتمع وان احنا يعني عددنا قليل واللي نجذبهم اقل بعد. فاعتقد هو طريقة الكلام. كان في شيء يتكلم عن مثلا النخبة والجماهير في المجتمع. فكان يقولون لنا كيف مثلا في افلام معينة نشوف عليها اقبال افلام معينة يكون عليها اقبال كبير اللي هم الشعب اللي هم الجمهور. في افلام يكون فيها اقبال اقل اللي هو لان احنا قاعدين يعني يكون فيها فن شوي اكثر وناس مختصة اكثر. الاغاني نفس الشيء عندنا الاغاني الهابطة يعني بالقوسين نستخدمها وفي اغاني تكون شوي ارقى فنشوف الاقبال شلون يقل. فاعتقد ان هني احنا ممكن نستخدم هذا الاسلوب بان احنا نجذب اللي حولنا. كانت في نقطة بعد ثالثة اللي هو شنو اخر شيء شنو كان يخف المجتمع عن الرجال ايوه. احنا فعليا ما نقدر نفتح يعني ما نقدر كلنا نكون كلنا بيئة 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 بس فعليا كل مشروع هو بيئة لو تفكرون فيها بشكل او اخر. يعني مثلا مشروع الاغاثي ممكن يترتب لها من ناحية بيئية. نروح مثلا منطقة معينة اكل مثلا نوزع هذا الاكل بشكل انه ما يكون مثلا مضر للبيئة ما يكون في بلاستيك في كونتينرز حاطين هنتعلم منها كملي حنان مليا حنونة دلعت انت دلعت. كان معنا اخت في البوسنة اسمها فاطمة انا سميتها فاتيكات عجبك فاطمة قالت لي عجبني الاسم اسمها فاتيكات يلا حنونة. فهذه الفكرة انه مش لازم كل مشروع يكون بيئي بس ممكن ان كل مشروع نفس الوقت يكون بيئي ان شاء الله. ربنا يبارك فيك جزاك الله خير. شكرا على الاضافة الجيدة. يلا يا شباب تعالي بقى انت سقفت يا شيخة تعالي يلا شباب هتضيف تعالي ضيفي عملي اضافات لان انا مش جاي علشان اتكلم بس وانتوا تسمعوا انا جاي عشان انتوا تتكلموا وانا اسمع. بسم الله الجماهير تنتظر ان الجماهير في العالم العربي والعالم الاسلامي والعالم كله. بالنسبه لي الافكار حاليا في الخطاب لكن اكثر نقطه بالنسبه لي انا نرفزني او شوي تعصبني هي الاتكاليه نعم. ايوه فمشكلتنا احنا هنا الراحه اهم من الصحه بالنسبه لي. يعني انا اهمني مثلا راحتي ليش اروح اجيب معي مثلا كب مالي ليش اجيب معي ليش اتعب نفسي واشتري الاغراض كلها. لا انا راح اخذي استخدم الشيء وارميه يعني انا ما احتاجه يعني. فمثلا الدوله كيف هي موفره اشخاص ينظفون في ال 24 ساعه فهم مش قاعدين يشوفون مقدار التلوث لان هم قاعدين عندهم اشخاص ينظفون وراهم عندهم اشخاص يعتمدوا يعني خلاص في اشخاص راح ينظفون وراي في اشخاص راح يشتغلون هالشغله هذه مش شغلتي انا يعني. فنقطه الاتكاليه هي من اكثر النقاط اللي تاثر على البيئه وتاثر على نمط الحياه تاثر على الجيل الجديد اللي راح يجي كذلك اللي هو الوعي. فانا لما اكون خلاص في اشخاص ينظفون وراي انا ما ادري بالمشاكل ما قاعدة أنظر للشكل أوسع. وبس فهذه كان شغلة وصلت. شايف قلت لكم إن أنا في حاجات ما أعرفش أقولها أنتوا هتقولوها. تعالي يا أمان. أنا شايف إنك بتحضري نفسك وعندك محاضرة هتقومي. أنا مختصة. يدينا محاضرة بقى. أهداف واستراتيجيات وتغييرات وإدارة وكل حاجة. هلا انطلق يا طيارين كلهم. اول شيء انا يعني بشكرك على هذا الكلام اللي حكيته. يعني الصراحه يعني مثلا احنا كمبادره انه عن جد احنا نظمنا هذا الحدث كان بدي كل قطر تسمعه مش انتم يعني بس هو هلا جمله قبل ما ندخل انه حتى لو كان عندي انا خمس اشخاص انا بحكي معهم اهم شيء النوعيه او الكواليتي اهمية من كوانتيتي. فانا عشان هيك يعني واحده من الاشياء اللي عن جد بتخلي الحافز موجود اللي هو
قديه مهم ان احنا ما دام انت عندك هذا الوعي فهي هي مسؤوليتك انك انت تعطي الوعي لحدا ثاني. فانا سؤالي هون لك انه يعني هلا احنا في مبادره فسيله بس حابه اسالك عن مبادره. يعني احنا السنه الماضيه كل اللي عملناه احنا نظفنا شواطئ كنا نسحب الطالبات يعني او الفئات العمريه المختلفه انه نحكي لهم عن الوعي. وصراحة كثير شفنا فيه يعني تغيير عند البعض بس عند البعض الثاني خلاص هي مجرد رحلة للشهادة. فأنا حابة أسألك يعني عشان ننتقل للستيب الثاني في مشروعنا إنه إيش ممكن إيش الخطوات اللي إحنا ممكن نمشي عليها وإيش التوسعات اللي إحنا ممكن نتطرق إليها في هذا الموضوع. ويعني وكمان بدي يعني على في كثير تحديات متواجهة خصوصا هذا المجتمع اللي إحنا عايشين فيه فبس بدي تحط ربطنا هذا الموضوع كمان. طيب نبدا بايه؟ بدنا نشكرك يا اخت اماني ونحييكي انا جاي عشان اشجع. انت عارفه ان انا جاي اسالي عمر واسالي رامي انا جاي عشان اخد شحنه وانتوا شحنتوني خدت بالك الحمد لله. لما ننظر للسؤال الاول بتاعك اللي هو كيف ممكن توسع كمبادره دي لازم ارجع لها ارسل لك الرسمه اللي انت ايه وجبت مش عايز ارسمها واخد بالك رسمتها امبارح للشباب في جامعه يكرمزين في جامعه قطر برمنجهام ده احمر وده ازرق ادي الفكره بتاعتكم خلاص انتوا ليه فسيله حولتوا فسيله الى مبادره خلاص انتوا مؤمنين بفسيله ولا لا؟ طبعا لا لا ما تقوليش طبعا صلي على النبي. عارفه الامام معناها ايه؟ انك مش هتنامي وانت نايمه في السرير بتفكري في فسيله صح؟ وانت نايمه في السرير وخارجه بتاكلي وبتتغدي شفتي حاجه كده في الجو احطها ده الايمان. الايمان انا مش برجع مع الشباب والشابات واقعد كده واتكلم ونطلع حاجه ونعملها لا. الإيمان هو روح في داخل كل خلية من خلايا جسدك تحييها بالإيمان بالفكرة بتاعتها. فأنتوا مؤمنين بفسيلة ولا لا؟ دي نمرة واحد. ليه دي الفكرة؟ مؤمنين هنقعد مع بعض نعمل أول تجربة فشل. إيماننا هيخلينا نكرر تاني تجربة فشل. تالت تجربة فشل. إيه المشكلة؟ لكن انا ايماني هاخدنا نعمل 20 تجربه عشان بعد 20 تجربه ننجح. دكتور ممكن تديني مثال الدكتوراه؟ انت انا يا بنتي فاشل في كل حاجه. هو الدكتوراه بس انا فاشل في كل حاجه عمري ما نجحت من اول مره حتى في الجواز. انا مش على عصركم انتوا لو يمكن مثلا انا كنتوا برضك مش هتقبلوني يعني حتى في الجواز رابع مره او خمس مره المهم يعني. فالدكتوراه بالنسبه لي سقطت سقوط ذريع از الرقيع شفت بقى واخدت كارت احمر كده ولان الماده العلميه بتاعتي كانت جيده الحمد لله فضل الله سبحانه وتعالى رئيس الكليه الملكيه اللي شفت عليه هنا اقعد معايا انا عايز رسالتك تكون في الجامعه لان فيها حاجه كويسه فيها حاجه حلوه لو نام دول ايه فيها حاجه حلوه حاجة بس ايه؟ لو نبدو ليه؟ حاجة حلوة جاءت حاجة حلوة جمب بقى فقال لي في خلال سنة يا تاخد الدكتوراه تطلع بره بس هما غفروا لي زلاتي اللي هي فيها الاز والار والريفرنس والحاجات دي كلها كنت بهدلت الدنيا بهدلت الدنيا خالص فرأي انا شوف انا عايزك هتكلم فلولا ان انا عملت اللي هي المشروع بتاع الدكتوراه ده بطريقه جيده جدا ما خليتش رئيس الكليه الملكيه يقول لي انا عايز رسالتك وعين لي واحد ها يصلح الاز والار بتاعتي ويعلمني اعمل كذا 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 وده اخد نجاح فانا فشلت مش عيب مش حرام خير خطاؤنا توابون ولو في ناس ما بتخطئش ربنا هيخلق بشر يخطئوا ويتوبوا عشان يغفر لهم ربنا. وانت اسمعي بسم الله ما شاء الله يا اخت هيا. هيا ولا هيا اه. اما عندنا انت ملاك مش هتخطيش. فين الجناحات بتوعي؟ ها؟ خدت بالك؟
فما ننظر لمثل هذه الاشياء انا هختل. فمش عيب انك تعمل مبادره وتفشل، مش عيب انك تاخد كلمه كده في جنبك وواحد ينرفزك وواحده تنرفزك وواحد تقول لك كلمه، مش عيب. الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيرمي على الزباله والمصاريد، وكان السيده فاطمه تخرج رضي الله عنها وارضاها وتبكي على ابوها اشرف خلق الله، صح ولا غلط؟ كانت تشيل الزباله دي كلها وتشيل المصاريد اللي عليها، صح؟ مش ده حصل؟ وقف عن توقع توقف عن نشر الدعوه بتاعته؟ ابدا ابدا، واصر على ايصال الدعوه للعالم كله، صح ولا غلط؟ بنرجع النقطه الاولانيه يا نور انت وحنان والشيخه وكله كله كله، النقطه الاولانيه هل انا مؤمن بفكرتي ولا لا؟ فكرتي التي ممكن اضحي من اجلها حتى بمالي حتى بعمري حتى 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 الى ان ننتهي من الحتات، خلاص؟ فاحنا عملنا دي هتنجح، بس لما تيجي تعمليها يا بنات او شباب تعملوها على 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 مساحه يكون فيها النجاح اكتر من الفشل. ما توسعوش الارض جدا كبيره فيكون عوامل الفشل اكتر من النجاح. يعني مثلا ممكن نعمل مستوى حي او نعمل تارجت نجمع 1000 شجره مثلا هنزرعها، وبعد لا انا عايز اجيب من مليون شجره بتوع الشيخ موزه دول اجيب نص مليون، كبيره كتير عليك. اعمل 100 في 100 في 100 في 100 دقايق تدرب. ها؟ كل واحد قدرته يعني. كل واحد قدرته. وبعدين تحوليها بقى لعمل منظم جمعيه. لما كنا بنتكلم في الكلام ده امبارح يا فاطمه. كنا كنا الكلام ده امبارح. الجمعيه دي بتنظم انه ايه الفكره والمبادره. كلنا في انتظارك. لقد اكرمتينا بوجودك. يا اهلا وسهلا. ها؟ فشوفي الجمعيه دي هدفها ايه؟ انها ترعى الفكرة. اوعي مين سأل السؤال كان انا بتكلم اماني اوعي يا اماني تنسي الفكره. ويمكن فاطمه تقول لكم احنا اتكلمنا فيها ازاي بقى اكتر من ساعه. الجمعيه دي بتمتلكها مجموعه من انتم وانتم عايزين بعد كده. التحدي هنا يا بنات ويا شباب ان نملك الفكره دي للمجتمع، مش يبقى احنا بس اصحاب الفكره دي. هنا المشكله الكبيره، لو احنا استطعنا ان احنا نخلي المجتمع يحب الفكره بتاعتنا ويتملكها ويتبناها، المجتمع هيعطينا فلذات اكباد من الشباب ومن المال ومن الفكر ومن كل ما يملكه المجتمع. مشكلتنا ان احنا بنحول الفكره والجمعيه لمجموعه معينه، زي ما انت قلت احنا عايشين في 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 مجموعه. جميل قال الكلمه دي، بس قاعدين بنتكلم مع بعض، فاهمين بعض، بنزور بعض، صحاب بعض. وبعدين بقيت يعني انت مثلا 20 واحده الجامعه فيها كام؟ يمكن 10,000. فين بقيت ال 10,000 التانيين؟ البلد فيها مليون، فين بقيت المليون؟ الاقليم فيه 40 مليون، فين بقيت ال 40 مليون؟ العالم فيه 1.7 او سوري مش 1.7 فيها 7.8 بليون. انت ايه من العالم؟ تعرفوا يا شباب انا عايزكم انتوا اللي تديروا منظومه الفكر داخل افئده الناس في العالم كله. من خلال السوشيال ميديا والتواصل الاجتماعي. فتطلعوا فكر راقي جيد سهل. يستطيع ان يستوعبه كل فرد في كل مكان في اي زمان. هو ده الايمان. هو ده الاصرار. هو ده الصبر. مش مهم انك تشوف النجاح في عصر. لكن تؤهلي لعمل منظومه النجاح من العصور اللي تاتي بعدك. لاولادك واحفادك وكذا 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 الى اخره. انا بس مش هكملها للاخر هتاخد وقت كبير جدا، بس هنا بنتكلم عن ثلاث نقط دول. اي شيء احنا بنعمله لابد ننظمه ونهيكله ونراجعه ونسلسه. يعني الخطاب للاخت، انت بتتكلم عن الخطاب ولا مين حد فيكم بيتكلم عن الخطاب؟ لغه الخطاب ان احنا نتكلم مع الناس بلغه الشارع نفسه. بلغه الشارع، مش عارفين نتكلم بلغه الشارع، لان احنا يعني احنا النخبه. احنا مره كنت بدي محاضره في مصر 2011 او 12 مش فاكر، انا مجرد ما قلت كنت في المركز بتاع الشباب اللي في الجزيره ده اسمه ايه؟ مركز اعلى الشباب والرياضه، والقاعه مليانه بقى. انا قلت كلمه رموز
القاعة اتقلبت خوف، لأن ساعتها كان كلمة رمز اللي هو الفاسد، كان ده كان الإعلام بيقول لك الرموز اللي هم الفاسدة. فأنا قعدت كده بتاع خمس دقايق قلت بس هنصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، ما عندنا مش سعد زغلول من 100 سنة مات؟ مش ده كان رمز؟ ده كان فاسد؟ مصطفى كامل مش ده كان عمل ثورة أو من عمل ثورة في مصر اسمه مصطفى كامل والشيخ الفلاني والشيخ الفلاني. كلمة رمز مش معناها فساد، انت حولت معنى عام لقدوة مجتمعية راقية الى الفاسد، لان في بعض الناس سموا نفسهم رموز هم فاسد. فانت الله انا رمز، طب انت ده رمز وده الرمز اللي عندنا، طب انا فاسد وسارقك وسارق اهلك وسارق كل حاجة زي كده، واصبح كلمة رمز كذا. فلذلك انت تعرف لغة المجتمع مهم جدا يا شباب، مهم 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 لنعرف لغة المجتمع وثقافة اللغة. خلي بالك اللغة مش معناها حروف وإز وآر، لا معناها ثقافة، معناها فلسفة ثقافة اللغة اللي بتتكلم فيها. يعني في حاجات انت تسمعيها مش فاهمها لأنك مش فاهمة ثقافة الفلسفة أو فلسفة ثقافة اللغة. لازم تتحدث الإنجليزية بتحدث إنجليزية، ولازم تتحدث العربية تحدث بقى حاجة في اللينجويستك بعد كده نتكلم فيها بعدين. خد بالك، فلما تتكلم في علم اللغويات، لما تكلم مثلا اسمع واحد الشيخ الشعراوي رحمه الله عليه، شوف قد ايه بيحببك في اللغه العربيه وهو بيحولها لمصطلحات واراء. وفي واحد ثاني كان قاعد عندكم قطر هنا اسمه المقرئ الادريسي اللي هو الاستاذ في اللغويات، لما كنت انا بسمعه في المجمع الاسبوعين كان موجود، كنت بقعد كده كاني على راس الطير وهو كانه بيسحبني، لان انا بحب اللغه العربيه. فبالتالي مش ده المستوى اللي كل الناس هتفهمه زي ما احنا اتكلمنا. نرجع دي للنقطه بتاعه المبادره. الجزء الثاني من السؤال كان ايه؟ ستين. بس الكلام ده يا اماني يعني شو الخطوات اللي احنا خايف خطوات؟ ما انا قلت لك الخطوات. بس يعني مثلا من خلال تجربتك، يعني من خلال اللي انت عن جد واقع عشته، يعني كيف احنا فينا نتوسع او كيف؟ ايوه احنا دلوقتي طلبه صح؟ صح. هنخلص الطلبه دي بعد سنتين ثلاثه صح؟ هل احنا هنشتغل في نفس المشروع ده بعد ما نخلص، ولا هنكمل مشروع تاني، ولا هنقعد مع ناس تانيين في العمل بتاعنا نعمل مشروع؟ تفكري كده. ولو احنا سيبنا الجامعه دلوقتي بعد سنتين بنسيبها لمين من الشباب عشان يكملوا الشغل بعدين؟ ما انا لازم في نفس الوقت وانا بشتغل ومتحمسه اجيب، يعني مثلا انا في سنه ثالثه ها في الجامعه، فين بتوع سنه اولى وسنه ثانيه؟ عشان اعلمهم كيف يؤمنوا بالفكره بتاعتي فتستمر. يعني جمعيه رساله في مصر، امتى سمعتوا عنها؟ من اكبر تعتبر اكبر رساله؟ رساله. مين يعرف مصر؟ جمعيه رساله. رامي ممكن يتكلم. كنت انت فيها؟ تعالى هنا اقول لك. بقول لك تعالى هنا. انت بنهزر اذا كان الاخوات طلعوا انت مش هتطلع. معايا المونتاج. انت هجيب لكم الشريف منير معايا. لا وقاعد جنب حنان كمان. بدي له القلم. قول لهم ايه جمعيه الرساله وكيف نشات؟ بالظبط اجابه للسؤال ده تجربه عمليه. جمعيه الرساله هي جمعيه خيريه قايمه على العمل التطوعي موجوده في مصر من سنه 99. انشاها دكتور اسمه دكتور شريف عبد العظيم مع شباب من جامعه القاهره كليه الهندسه. هو دكتور في جامعه القاهره في كليه الهندسه، وسنه 99 كان في مبادره شبابيه من شباب الجامعه ان هم محتاجين يساعدوا الناس بشكل بدائي جدا، او بشكل مبادرة أولية كده زي فسيلة أو زي من أحياء. ففي محاضرة ما اتكلموا على المساعدات الخيرية دي، وقالوا إن هم بس هيجمعوا ملابس مستعملة ويبدأوا يفرزوها ويجيبوها للفقراء يعني في القاهرة. طيب شوية الموضوع توسع، بدأ يبقى فيه مخازن، بدأ الطلبة يجيبوا ملابس أكبر والطلبة يقدروا، لحد ما حد تبرع لهم بشقه بعد كام سنه؟ بعد سنه تقريبا. شفت بعد سنه شقه؟ بعد السنه دي خرجوا بره الجامعه واسسوا جمعيه اسمها جمعيه رساله للعمل الخيريه سنه 99. رئيس مجلس الاداره كان دكتور شريف عبد العظيم. ما زال ودلوقتي احنا في 2019 يمكن لحد من ثلاث سنين فاتوا كان في 64 فرع على مستوى الجمهوريه. 64 فرع فيهم اكثر من 400 ألف متطوع،
يعني خلينا نقول انه 400,000 دول مش ولا يعني اكتف، يعني في الداتا اعتقد ان هم اكتر من مليون، لان مفروع القاهره بتلاقي الاكتف بالالاف زي المحافظات وكده. دلوقتي كل فرع في فروع مركزيه اللي هي القاهره واسكندريه، يمكن طبعا فروع او حاجه، وفي لكل مدينه تقريبا في فرع، الفرع ده مستقل بذاته ماليا واداريا وبيمارس اداره منفصل. ففكره ان انا حته مكسر الفرق معناها ايه؟ بس التلفزيون، عشان التلفزيون ده طيب مجلس اداره منفصل يعني ايه؟ خلينا نتكلم على الفروع المركزيه. الفروع المركزيه عباره عن مجلس اداره واحد في يعني طيب في جمعيه عموميه، الجمعيه العموميه دي بنختار يعني الفقره اللي الدكتور بيشرح فيها دي اللي هي جمعيه، بتكون من جمعيه عموميه هم اعضاء بيدفعوا اشتراكات سنويه في الجمعيه دي وليهم حق انتخاب مجلس اداره. تمام، مجلس الاداره بينتخب من ضمن الجمعيه العموميه فقط خلاص، والاعضاء اللي دفع اشتراكات سنويه. طيب الفروع المركزيه اللي هي عباره عن القاهره واسكندريه ليهم مجلس اداره واحد باداره تنفيذيه واحده بصرف مالي واجراءات اداريه واحده خلاص، في مجلس اداره بيتحكم في 8 فروع دول. طيب هنخرج بره شويه، هنروح مثلا لمحافظه الشرقيه فيها وليكن 8 مدن، وفيها في كل مدينه في فرع، الفرع ده كل فرع فيهم ليه جمعيه عموميه لوحدها، الجمعيه العموميه دي بتختار مجلس اداره لوحده وبيتصرف في موارد الجمعيه بعيدا عن معناه ايه؟ معناه ان وزاره الشؤون الاجتماعيه في مصر ان مجلس اداره المنصوره في الدقهليه دي جمعيه مستقله بالظبط، ومش مجلس اداره من تاني المنصوره في الدقهليه في اجا مثلا اجا في مدغم زفته ومدغم والحاجات دي كلها، كل دول في الدقهليه او في الغربيه، لكن كل واحد فيهم تعتبر جمعيه مستقله ملتزمه باهداف الفكره الكبيره بتاعت الجمعيه، ليها لائحه داخليه لوحدها وليها نظام اساسي لوحدها، ولكن واخدين الشعار ايوه بناء على نظام رقابي ومتابعه من المقر الرئيسي عشان يشتغلوا على معايير معينه عشان يفضلوا واخدين الاسم ده. نشكر اخونا رامي، اهلا اتفضل يا اهلا وسهلا كلنا. المهم ده مثلا 99 ل 2019 ادي 20 سنه طلب بالضبط زيكم. الفارق قد يكون ما بين مصر وبين الدوحه هنا العدد، لكن في مصر ما فيش نفس الامكانيات الماديه اللي موجوده في الدوحه صح؟ لكن استطاع العدد ده في الامكانيات دي المختلفه عنكم انه يعمل اشياء تعجز عنها الامكانيات الماديه اللي موجوده في الدوحه صح؟ لما يتكلم ان في نص مليون او متطوع او الى اخره، فده بيحاول يعني لما تتابعوا مؤسسه رساله على الفيسبوك او على تويتر او حد كلها هتلاقي كلهم شباب زيهم يبنوا بيوت، بيحفروا ابار، بيعملوا حد كده، بيوزعوا اكل على الناس، يجيبوا كلها. انا طبعا رئيسها الحالي كان عندنا في برمنجهام احمد سعاده، الراجل يعني بسم الله ما شاء الله ربنا يكرمه، ويعني شغالين كويس. بس بدأوا ازاي؟ يا اماني بدأوا زيك بالظبط. شريف عبد المجيد شريف عبد العظيم احمد سعاده صناع الحياه ولا صناع الحياه انا اسف احمد سعاده صناع الحياه نفس الكونسبت برضه صناع الحياه برضك اللي كان عملها عمرو خالد. فشريف عبد العظيم هو كان يعتبر الفلاح الايه او المهندس الكبير بتاعه، لكن اطلق يد الشباب في كل مكان في مصر عشان يعملوا المبادره بتنجح، فرضت نفسها على الوطن واصبحت معلم من معالم المجتمع المدني وسام كمان قويه في داخل الوطن نفسه. انتوا ممكن تعملوا كده، ممكن تخشوا على الفيسبوك وتعملوا كونتاكت معاهم، هم يدوا لكم الايه التجربه بالصور بالحاجات دي كلها الى اخره. سواء كانت صناع الحياه كان عملها عمرو خالد ربنا يديله الصحه والعافيه، او رساله بنتكلم عنها. ده اجابه للسؤال بتاعتي. حد تاني يا شباب منكم؟ فاطمه تعالي يا فاطمه. انا طلعت يا فاطمه. ما لازم اقف جنبي كده، تعالي كده. كل ما اقف جنبي انا الشاعر بيجي يشع عليا. طب ممكن اسال حاجه على ايه؟ لا ده انت خدت على المكان بقى يا عم. ده بقى انا خلاص رايح جاي، قلنا لك شريف منير، في مجد زكي، في علي زكي، انت خدت معانا؟ انت كنت اكل؟
كان عندي بس سؤالين. انت هتسال اسال انا اسال هم بس حضرتك لما انا قاعد معاك بره ان احنا ويحترم عشان يسمعوا بس. طيب انا عندي سؤالين. اول حاجه بالنسبه للكوارث الزاحفه. ايه الكوارث الزاحفه اللي بتيجي يعني الشحفه مثلا لو اتكلمنا على الصحراء ولا الجفاف ولا حتى النزاعات القبليه لو حضرتك اتكلمت على العمل الانساني اتكلمت في دوره عن يعني الاستجابه للكوارث الآنية اللي هو ممكن يكون نزاع مسلح دلوقتي او فيضان حالا او كده. طيب دور العمل الانساني بالنسبه للكوارث الزاحفه بروتكتد كوارث تفضل. الحاجه الثانيه العمل الانساني الخليجي سواء في قطر او السعوديه او الامارات او الكويت هو تقريبا يعني ليه دور كبير جدا. طب نسمع السؤال السؤالين تقعد اجاوب على السؤال الاول وبعدين تقول لي على السؤال الثاني لما نخلص من هناك بقى عشان ده صعب. اه طيب السؤال الاول اللي هي الكوارث اللي هي بتكبر تبقى عامله زي كره التلج. انتوا عارفين او احنا عارفين ان المنطقه دي بتتصحر كل سنه بسرعه معينه. المشكله يا شباب ان احنا زي ما اتكلمنا في الاول ان العمل الاغاثي المباشر اكل الصوره واكل السوق واكل كل حاجه من الكوارث اللي بتتكلم عنها. فاصبح الدعم بتاع العمل للكوارث الزاحفه اقل بكتير جدا من الاستجابه للكوارث الحقيقيه اللي هي الانيه زي الحروب او الفيضانات او الزلازل. معايا؟ بتتكلم عن السؤال؟ خلاص الحمد لله. يعني زي ما التصحر مثلا في المنطقه معينه كانوا بيجيبوا برامج في الجزيره وغيرها عن ازاي التصحر بيصل للمدينه. فده بنتكلم عنها. دي مشكلتنا احنا في ايه يا اخ رامي؟ مشكلتنا في اننا مش عارفين نخرج من كوارث فيها ملايين البشر الى تصحر، فمش فاهمين التصحر ده هيؤدي الى تشرد ملايين البشر. هيؤدي الى صراعات بين القبائل وبعضها على مصادر المياه. هيؤدي الى دلوقتي في صراعات بين القبائل في تشاد. وهيكون في صراعات بين بعض القبائل في اماكن ثانيه كمان. ليه؟ عشان ميه. مثلا في حاجه اسمها بركه تشاد. بركه تشاد كانت بيستفيد منها 39 مليون شخص من الكاميرون ومن نيجيريا ومن تشاد ومن النيجر. تقلصت بركة تشاد دي نتيجة التصحر والجفاف اللي بيسموها ليك تشاد إلى أن أصبحت دلوقتي أقل من 20%. فالأربع أو الخمس دول دلوقتي بيحاولوا يعملوا مرة ثانية سياسة علشان يضخوا المياه في بركة تشاد مرة أخرى اللي هي نيجيريا والنيجر والكاميرون وتشاد إلى آخره. خدتوا بالكم؟ فدي اللي هي الكوارث الزاحفة. الكوارث الزاحفة لأنها ما بتلمسش وتر المتبرع وما بتلمسش وتر المواطن العادي اللي انت بتحاول تفهميه مش قادر يفهم، واخد بالك؟ فما بيتحطش بقى شويه فيها فلوس. بيدفع امتى؟ يدفعوا الاموال لما يلاقوا النساء اغتصبت او في حرائق. مثلا في زلزال في تركيا دلوقتي، كان في زلزال قبل كده في بكسر، هنجري يا هبه. طب ما احنا عايزين نعمل حاجه بعد الزلزال وقبل الزلزال. خلاص؟ بعد الهبه دي والفزعه دي الحمد لله خلصت. لا ما خلصتش، في سلام حصل في منطقه معينه بعد حرب. والله يا شباب مجرد ما بيتمد عقد السلام ولا اعلان بيطلع ولا قرش بيخش للناس اللي بنوا السلام. ازاي نعدي السلام بعد كده مع ناس كانوا مقاتلين وشايلين السلاح من غير ما بنينهم مشاريع مجتمعيه تؤهلهم وتحولهم من مقاتل الى مزارع او الى مربي للحيوانات او الى مدرس او الى كذا او الى كذا. فبعد دي خطوره عند ثقافه المجتمعات كلها. بعد السلام ما بيمضى او الناس بتمضي عليه وكأن القضية انتهت. قضية أفغانستان بتاع السلام اللي كان في 600 خلصت لو انتصروا. لا شكرا واخد بالك خلص مشي السوفيت من أفغانستان. هل أفغانستان بقت لغاية دلوقتي؟ أبدا زي ما هي. بس حكام شارع كده في كابول ولا لغاية في حرب أو في مواجهات إلى آخره. ده بالنسبة لإيه؟ للتصحر اللي بنتكلم عنه والاستجابة. النقطة التانية اسمه إيه؟ التاني نسيت؟ لا نسيت كويس. العمل الخيري خلال في الخليج. في الخليج العمل الخيري في الخليج عين الصراحة ولا لسه ما ولا مش عين الصراحة؟ تعليق السؤال ولا كمل. طيب
شو العمل الإنساني في الخليج؟ أو العمل الخارجي في الخليج؟ شايف أنا ممثل إزاي؟ الله يعزك. أنفع معاد الإمام مش كده؟ بيأثر بشكل قوي جدا في أفريقيا بالذات. كويس. طيب. بالنسبة لمجال المياه والإصحاح. المياه والصحة. كل الجمعيات الخليجية بتشتغل على الأبار السطحية أو الارتوازية. كويس. طيب المفهوم العام بالنسبة للعمل ده، هل مش محتاج واحد ملهم يأثر في القيادات الكبيرة الخليجية علشان إنفاق الأموال دي يروح في الطريق الصحيح، فما يبقاش بس من مبادرة شبابية أو؟ طيب. طيب أرجع مرة ثانية، أنا كنت فاهم السؤال كده برضك بس جزاكم الله خير إنك وضحت يعني. شوفوا يا شباب، كل المؤسسات الخليجيه تعتمد على نوع واحد من المتبرعين. في السعوديه السعوديين، في قطر على القطريين، في الامارات على الاماراتيين، في البحرين على البحرينيين، في الكويت على الكويت، في عمان على العمانيين، خلاص. فكل مؤسسه مربوطه بثقافه المانع اللي هو لا يفهم الا في المشاريع التقليديه، خلاص. واضحه؟ ده مش عيب مش حرام، لازم المؤسسات خير الشرعي رفع وعي المجتمع. انا ما حكيت، انت اصلا انت سبقاني، فانت بس بالراحه عليا كده عشان احصلك. انا هبقى اجيبها معايا في كل محاضره عشان تولعني. حقيني يا فاطمه. ها، فده ده يعتبر حسنه وسيئه في نفس الوقت. لو تعدد مصادر دخل المؤسسه داخل الوطن ما من خارج داخل الوطن، خارج الوطن، هتتغير مثل هذه الثقافه. لذلك تغيير ثقافة المانع في دولة أحادية الدعم أصعب كتير جدا من تغيير ثقافة المانع في دولة متعددة من مصادر الدعم. وضربت المثل ده في أحد المحاضرات في 3-2 من 4-8 اللي فاتوا، إن مؤسسة الإغاثة الإسلامية عندها 20 مكتب جمع التبرعات من 20 دولة. 20 ولا كام؟ أمريكا فيه، داخل أمريكا فيه يمكن 5 أو 10 مكاتب، كندا فيه في 4-5 مكاتب، فرنسا، بلجيكا، هولندا، كذا وهكذا. فالثقافة المتميزة اللي في كل بلد بيجمع التبرعات بتخلي المركز الرئيسي بتاع مؤسسة ما، سواء كانت الإغاثة الإسلامية ولا أوكسفام ولا سيف ذا تشيلدرن ولا كير انترناشونال ولا بلان انترناشونال، بتخلي المكتب الرئيسي عنده ثقافة زخمة متباينة ومتعددة الأطياف والثقافة. التحدي هنا يا شباب إن إحنا عندنا بس المتبرع بتاعنا عارف 4-5-6 مشاريع. ممكن تقول لي مشاريع ممكن المتبرع يتبرع بيهم؟ ها، المشاريع، ها، البير، ها، ايه تاني غير البير؟ المسجد، التعليم، الايتام، التعليم. لازم تكلم اي مشروع. سلات رمضانية الغذائية، هتلاقوا في 10 مشاريع كده او 12 مشروع في كل جمعية. دي برضك موجوده في اوروبا، بس بعد المشاريع دي كلها في مشاريع اخرى برضك مضافه اليها. هي بتخاطب عقليتين، عقليه تقليديه وعقليه غير تقليديه. كلما الله اكبر، لا تعالى هنا، لا لا بالله يعني، بالله وتالله وبالله يغفر لنا. بالعكس، انها هيئه، يا هيئه يا هيئه. اتذكر يوم كنا في برمنغهام، كلمي الشباب حمسيهم كيف برنامج برنامج ديرحنا. فذكر كان محاضرة فان جيزين، كان يقول لنا انه اوكي مثلا احنا خصوصا احنا عندنا قال في وايد ناس انه بعد برنامج وانا احنا يقول لنا لا وزنا انا بس جوي بس بعمل مسجد. فهو قال لنا ذكر طريقة انه ثانية انه ممكن اوكي احنا مخليك تبني المسجد ونساعدك على هالشيء، ولكن يكون متعدد الاستخدام. احنا قدرنا نسوي هالاشياء التقليدية اللي هم يبونها، خصوصا لو المايكروفون صار لنا ايذر وينا، هاي المشروع لنا ما بعرف مشروع ثاني لنا، خصوصا حتى لو كان مشروع ثاني اهم حق المجتمع اللي المستفيد. الفكره هاي احس احسن انه اوكي احنا نستفيد منكم من هالشيء، ولكن احنا بنطرح المؤسسه انه ويجي له نتعامل مع عقليه مواد بس انه اقنعنا شوي انه يطور. ايوه قدرت عنك شطاره يقنع المتبرع. ايوه انا هقول لك ايه، جزاك الله خير. يعني انت في الاول تكسب ثقته، عايز مسجد هعمل لك مسجد زي ما انت عايزه بالظبط. بس يا عم الحاج ويا ست الشيخه، ايه رايكم نعمل جنب مسجد مدرسة وداخل مسجد وهكذا وكذا 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 إلى آخره. فأنت بتحققي له ذاته في فكره أو في فكرها، وفي نفس الوقت بتجيبي ذات المجتمع تحققيها مرة أخرى. بس مش قادرة تقولي ذات المجتمع وهو بيقول لك
المشروع بتاع غزة. جزاك الله خير. نحيي أختنا هاية. حد جاوبت على سؤالك ولا لسه؟ طب قول قول المثال الثاني هو ايه؟ لا هو ده السؤال. بس حضرتك اتكلمت على التبرع الفردي. التبرع الفردي صح. طيب لو اتكلمنا على المؤسسات، يعني انا افتكر ان كنت بتكلم مع عمر من فتره على مشروع نفذته اسلامك ريليف بتمويل من البنك الاسلامي للتنميه. برضه كان في نفس الكونسيبت. طب يا جماعه هل انا اعمل ابار ولا اعمل سد ولا اعمل خزان ولا اعمل حفيره زي ما حضرتك بتقول؟ يعني حتى المؤسسات الناجحه مش بس الفرد. يعني هو محتاج حاجه اكبر من ان الفند ريزنج يقنعه حد. طيب ما هو خلي بالك المؤسسه مانحه من انهي جهه؟ من جهه شرقيه، في مؤسسات مانحه من جهه غربيه، في مؤسسات مانحه من فاونديشن اللي هي بتاعت بيل جيت والجماعه دول كلهم الى اخره وفكرهم مختلف. فلذلك تعدد المصادر الدخل اللي بنتكلم عليها بتغير الاستقرار بتاعها بتغير. فلذلك وحتى انت لما تقعد مع البنك الاسلامي للتنميه لو انت حاولت تقنع الشخص اللي هو صديقك اللي هو مسؤول الاداره هيستمع لك. ممكن تقول والله في منطقه بتحتاج ابار خلاص، يعني محتاجه ابار في منطقه هنعمل فيها سد او هنعمل فيها خزان او هنعمل فيها ترعه هنعمل فيها بحيره. خد بالك؟ فالامر ده لما زي ما كلمت هيا لما انت بنيت الثقه بينك وبين المتبرع استطاع المتبرع انه يسمع لك. معايا حضرتك اسمك ايه؟ مريم. الله. وانت مريم؟ مريم ومريم. كان في مريم الثانيه. كان في مريم. كنت مريم؟ اه. وانا مريم. ها؟ فلو انت اول خطوه يا اخ رامي انك تكسب ثقه المتبرع كمؤسسه دوليه او مؤسسه حكوميه او مؤسسه امميه. ودي بتيجي ازاي يا شباب؟ عشان ما تجوش تقولوا احنا والله احنا بقالنا من شهر 5 سنه كده ومش عايزين يدونا فلوس. مش هديك فلوس. يعني مثلا لما في التجربه اللي انا خضتها من 35 40 سنه تقريبا، اول 7 8 سنين ولا بليم من اي مؤسسه دوليه. بعد 92 يعني من 84 ل 92 بدات الناس ايه يستجيبوا لك كده بالفتات 100,000 200,000 300,000 30,000 50,000 الى اخره. الارقام المخيفه اللي انت بتتكلم عليها بالملايين دي الامم المتحده او الاتحاد الاوروبي او بعض الدول الاوروبيه الى اخره والكنديه والامريكيه جت امتى؟ جت بعد ما اصبح انت لك مسيره كلمت عنها المجتمعات اللي انت بتشتغل فيها، شفتها السفارات، عرفتها الجمعيات الاخرى، بنيت فيها شراكات، عملت فيها انتاجات. كل هذه الاشياء اصبحت لما بنتكلم امبارح في عندكم انتم في جامعه قطر، اصبحت لما جت البرنامج الغذائي العالمي في اليمن دفع يمكن عشرات الملايين، وصل 40 او 50 او يمكن وصل 100 مليون 100 مليون مواد غذائيه. بس ده 2014 من 84. خدت بالك يا رامي؟ فانت عليكم ان انتم تبنوا المسيره دي. ده كان اول كلمه قلت لهم انه احنا عايزين نبني نظام ينظم مسيره احداث التغيير واداره التغيير. وبضرب المثل ده في كل ما اروح يا اخواننا، جوجل مش احسن مننا ولا بكل مثل، الا انهم عندهم المعلومه اللي بيعرفوا ينظموها ها ويهيكلوها ويارشفوها ويديروها ويبيعوها لك انت مره ثانيه. معلومتي كانت انا وانت وهي وهو وكده، دي اللي هي الايه الانفرالي الحاجات بتاعتنا احنا، هم بياخدوها بيعرفوا يحسنوا ادارتها. حد فيك يعرف كم ميزانيه جوجل دلوقتي او غيرها؟ كم مليار؟ حد يعرف؟ تعرف 30 ايه؟ مليار ممكن واكتر. كم من عندي ها مش مشكله. لا هي مليارات هي مليارات. يعني اكبر مؤسسات في العالم دلوقتي فيها اموال مش المؤسسات اللي بتصنع السلاح، هي مؤسسات المعلومات. لانهم اصبحوا عندهم مئات الملايين من المكونات المعلوماتيه على الاشخاص والافراد اللي بيحللوها ويرجعوا يبيعوها. فلذلك لما فيسبوك باع المعلومات اللي عنده مش عارف عشان انتخابات في امريكا او فين؟ باع هاي حكام عن المعلومات في امريكا حكموه خسر فيها كم مليون؟ محاكم وكذا 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 وكذا. فاحنا عندنا المعلومه اللي مش عارفين نديرها. تخيلوا لو انتوا شغالين مثلا في بلد زي مالي ولا تشاد ولا نيجر ولا هنا وعندكم المعلومه دي كلها مش عارفين تديروها. لذلك هنرجع في اول تعريف
أول تعريف يا بني كده اللي هي مسيرة نظام منظم لتغيير وإدارة الحيثيات. يعني مش ممكن هتغيري أي حيثية في المجتمع وتديريها إلا ما يكون عندك نظام شغل. بقى يلا يلا ها وبعدين رحنا فين؟ في الحيطة وبعدين أنا حلمت امبارح طب أنا هحلم بكرة وبعدين نظام ينظم وبعدين أدير عملية تنظيم. وعملية التنظيم دي يا مريم اللي هي هتغير المجتمع. مش أي عملية تنظيم، في عملية تنظيم بتدمر المجتمعات صح؟ لكن أنا بعمل نظام منظم لإدارة التغيير. معايا حنان؟ أنك يا حنان ها؟ أنت حنونة صح؟ النظام منظم لإدارة التغيير، والتغيير مش سهل. مش سهل بيبقى ابنك قاعد معاك في البيت أو أخوك والوالد والوالده يعني بيجهدوا سنوات علشان يقولوا يا ابني ما تعملش كده. وساعات الوالد يكون شديد شويه فالام تاخد الولد على حجرها ومعلش يا ابني وبتاع ده وكده، ويمكن يقعد سنين ما يعرفش يغير فكر ابنه او بنته صح. وده اللي قاعد معانا في البيت. فنظام ينظم اداره التغيير للحيثيات المجتمعيه، والمجتمع مليء بالحيثيات، وكل حيثية في داخل المجتمع تعامل بطريقة مختلفة عن حيثية أخرى. زي ما احنا اتكلمنا اللي كانوا متأخرين، الحيثيات مثلا القطاعات اللي في المجتمع اللي هي مثلا المية، المناخ، الزراعة، الحيوانات، الطيور، البشر، الأطفال، النساء، الجبال، كل حاجة دي حيثيات. هتلاقي في ناس متخصصة في إدارة كل حيثية، في ناس متخصصين في الفيزياء، في ناس متخصصين في الطبيعة إلى آخره. فكل واحد من العلماء دول عنده علم يدير بيه الحيثية اللي احنا عايزين نغيرها، بس الإدارة التغيير. واضح؟ معايا يا رامي؟ طيب مش عارف وقتكم إيه بالنسبة لكم، أنا ممكن أقعد من الصبح يعني أنا مسافر بكرة وأنا فرحان قوي. مش أنا قلت لكم إن أنا بحبكم ولا ما قلت لمين؟ انتوا كنتوا مجموعة انا بحبكم؟ لا مش انتوا، انتوا المعهد مش كده ولا؟ والله انا عارف من كتر ما قابلت الحمد لله يعني قلنا غنينا اغنية بحبك يا حمار، بس انتوا لا انا بحبكم بس. ها فيها في اسئلة اخرى يا شباب او تعليقات اخرى؟ عادي خد راحتكم. معلش بدي اسالك سؤال. اتفضلي تعالي هنا عند التلفزيون. كلهم خرجنا، كلهن خرجنا، اتفضلي. مش انت هتطلعي قائدة المجتمع؟ ها؟ تفضل كلمي الجمهور ليس انا. لو السؤال ما انا عارف بس انا هسمعك، بس انت واجهي الجمهور. انت تكلمت عن موضوع اللي هو انت رامي حكى انه انت عن دول الخليج والتبرعات، انت ربطتهم المال بالثقافة. يعني انت ربطت الدولة بالناس بالمواطنين. نعم. ليش؟ لان هون البراعة بس في مقيمين وفي غير. طب كذلك الداخل، انا دلوقتي اغلب التبرعات اللي بتجينا منها في قطر لاي جمعية؟ لا لا، اللي بتيجي للجمعية بتيجي منين؟ من اهل البلد. ده ما يمنعش ان في بعض المقيمين بيتبرعوا، نسبتهم قد تكون كام؟ 5% 10% اقل او اكثر. شغال هنا ففي الغالب 80 90% من التبرعات اللي بتخش اي مؤسسه هنا هو مثلا في قطر او في السعوديه من المواطنين نفسهم. انا بتكلم بعموميتها. ليه؟ لان انا كمقيم عندي مشكله في الهند، بحاول اودي فلوس على الهند. عندي مشكله في باكستان، عندي مشكله في فلسطين، مش كده ولا لا؟ فانا بودي الحاجات دي كلها، لكن الناس هنا هو اللي هم اهل البلد هم بيكونوا اكثر من 90% منهم بيتبرعوا للمؤسسات المحليه بتاعتهم. زائد الحكومه بتاعتهم ايضا بتتبرع للمؤسسات المحليه بتاعتهم. وده الواقع يعني. شكرا. جزاك الله خير. دكتور معلش بالمناسبه، شفت مين لما اتكلم في الأمم المتحدة وتعهد 100 مليون
100 مليون دولار عشان المناخ التغيير المناخي. نتكلم على منظومه التاهب في الدول الفقيره. طيب هو كده خد ليد كويس الدول اللي جنبنا او كويس الخليج بشكل عام كويس عشان نتحرك في الاتجاه ده كويس. دور بقى ال الجمعيات والاهالي الناس اللي تحت بقى سواء في قطر او السعوديه او في الامارات او لا نتكلم عن قطر. طيب خلينا نتكلم عن قطر نعمل ايه عشان نمشي في التراك ده يعني. انت هتعمل حاجتين كتير جدا من الجمعيات تقول لك الله طب ما تيجي ناخد 100 مليون للشيخ قالهم دول مش هيبذلوا اي مجهود كل مجهود اللي هيبذلوه انه هيروح يقدموا مشروع لوزاره الخارجيه او للديوان الاميري عشان ياخدوا ال 100 مليون ده منطق. يقول لك ان المنطق انك ايه طب ما ايه اذا سالت عن المنطق فمش هتحط منطق بالظبط بالظبط كده. في حاجه في العربيه اسمها منطق ده مدرسه مشابين كانوا بيتفرج عليها النهارده فدي في مدرسه في مدرسه يقول لك لا طب انا هاخد وجاهد رئيس الدوله بان انا هنشر الفكره عشان اجيب من التجار ومن من الاهالي اقول لهم خش بقى هنا يا اخت نوره ويا اخت مريم الى اخره اخش الناس اعلمهم يعني ايه مناخ. بقى في تاجر بتجار طب الشيخ بيتقال 100 مليون ايه المناخ؟ او انا داخل على ايه التاجر اقول له شوف كذا 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 هبتدي يفهم فيديك مليون يديك نص مليون الى اخره. في ناس هتتنام على المخده بتاع التبرع بتاع الشيخ او الملك او اخر في ناس تانيه هتقول لك لا انا عايز اخش المجتمع عشان ارفع ثقافه الوعي اللي انت هتتكلم عنه. الوعي ده عشان الناس كلها تتكلم عن ايه؟ المناخ. واضح؟ وده اللي هو المسارين والمجالين احنا بنتكلم فيهم. اخر سؤال مع اخونا انت عايز تتكلم تعالى بقى هو بس سؤال خاص بس الامر ليك يا اخت نور عايز نكمل عايز نقف نقف تعالى هنا خلاص نور سمحت لك بالمجيء سمحت لك تسمحي لي بالكلام طبعا هو بس خاص كلم الجمهور استنزاف الموارد كلم الجمهور مساله خاصه بس استنزاف الموارد كلم الجمهور يا فاطمه يا مريم ولا سمية؟ المسألة خاصة باستنزاف الموارد بس مسألة استنزاف الموارد الإحصائيات بتؤكد إن الموارد تستنزف أكثر من احتياجات الإنسان تمام؟ أشرحها كده شوية لأن أنا مستوايا تحت إن احتياجات الإنسان في موارد محددة إحنا بنستهلك أكثر منها يعني إحنا بنستنزف الموارد البشرية أيوه للأسف الموارد الطبيعية صح تمام؟ كلمنا دي في الأول فيها تمام طيب استنزاف الموارد ده ليه علاقه مباشره بال يعني الاليه بتاعت الراسماليه الدوليه يعني اللي هي المنظومه الاقتصاديه الدوليه طيب انا كمبادره شبابيه او مجموعه الشباب كمبادره شبابيه ازاي تعمل ليها دور في التعامل مع ده الكلام اللي اتكلمت في الاول عن الوعي اتكلمت على الوعي يا اخت نوره الوعي بيخليني استهلك اقل في المياه في الاكل في الملبس في البناء في اللبس الى اخره في التعامل مع المنظمات الاقتصاديه نفسها مش انا مش مختلف معك مع اول خطوه في التعامل معها انا شخصيا يعني مين اللي بيستهلك وخلي المؤسسات الاقتصاديه تبيع انا دي نمره واحد نمره اثنين ليه انا ما كنتش عندي منتج وبيعه للتانيين تعرف يا اخ بدر تعرف يا اخ بدر يقول لك لا المستورد ارخص انا اقول لك لا ده اغلى يقول لك لا ارخص انا اقول لك اغلى لان ارخص حاجه انت ممكن تعملها انك تنتج منتجك محليا. لماذا حربت السعوديه في السبعينات لما بدات تنتج القمح وتدي لمصر 100,000 طن قمح سنه من السنين دي مصر ان السياسه بتاعت الدوله في الفتره دي كلها ان انا هنتج القمح ونجح المشروع لكن حوربه. فلذلك النقطة الأولانية هو أنا كشخص كمية الهالك في استهلاكي من الموارد الاقتصادية بتاعتي أو موارد طبيعية هو اللي بيخلي المصدر الأجنبي أو الاقتصاد الأجنبي يبيع لي مستهلك يبيعني يعني يبيعني منتج أنا بعتمد عليه فيها. دي سياسة سياسة. ودلوقتي الحروب مش بالسلاح الاستعمار مش بالسلاح مش بالقنابل الاستعمار بالاقتصاد هجيب لك اكلك هجيب لك شربك هجيب لك لبسك بارخص منك لان انا حولت
صناعتي المؤسسية أو مؤسستي الصناعية إلى مؤسسة منتجة بطريقة الكلفة لتتحقق اللي إيه اللي هو ده بسميه اللي هو الأوبن ماركت بوليسي. الأوبن ماركت ده خلت الاختكار ده عزنا من 20 سنة. كنا نقول إن الأوبن ماركت بوليسي ده بيخلي حاجة ده ستاربكس أو يتنافس مع مين؟ مع بتاع الحلبسة. حلبسة يعني حمص الشام. حمص الشام. الله ده مريم عارفة قال فاطمة يا حمص عارفين حمص الشام أو البليلة؟ شوف أنا بتاع بليلة. بليلة عارفين بليلة؟ أيوة معايا انت مشجعين معايا. تخيلي بقى أنت رأس مالك في عربية البليلة دي 3-4000 ريال. مين اللي بينافسك على البليلة؟ ستاربكس وغيره. فالأوبن ماركت بوليسي دي اللي هي فرص الانفتاح على العالم اللي جت في نهاية السبعينات أو في السبعينات جعلت من هذه الدول أو هذه الكتل الاقتصادية عبارة القارات إنها تتنافس مع بتاع الحلبسة وبتاع البليلة. وإحنا قاعدين فرحانين لأننا أنا فاسد. أنا كمسؤول فاسد. فمبسوط من اللي جاي لي من بره لأن باخدني فيه كات النسبة بتاعتي. لكن ده بيأثر بعد 20 سنة أو 30 سنة على المنتج الزراعي بتاعي. الفلاح بياكل الأرض. راعي الغنم بياكل الرعاية. ما انا بيجي لي كيلو اللحمه من الصين ولا من كذا ولا من نيوزيلندا ولا من استراليا ب $50 ولا ب $10 ولا ب $5. طب انا هقدر ابيع انا اعمل بيهم ايه؟ مش عايز اوجع قلب بقى. ببيع الارض تبقى ايه؟ كتل اسمنتيه بعد كده. دي اللي هو البوليسي بتاعت الاوبن ماركت اللي هو سياسه السوق المفتوح اللي بتتنافس بالشركات العملاقه دي مع مين؟ مع الراجل اللي قاعد تحت السلم بيصلح جزم. أو مع الست اللي قاعدة بتعمل حبة أكل عشان تبيعه في السوق. تخيل بقى ده مين اللي يفطن له؟ أنتوا يا شباب يا صغارين ليكوا المستقبل. كنت بتكلم مع عمر على إن أنا عديت أول 33 سنة وتاني 33 سنة وأنا في 33 سنة. فأنا هعيش عشان أنهي دورة ال 33 سنة التالتة في حياتي ولا لأ؟ ممكن أو ممكن لأ. لكن أنا هيكون عندي القدرة على الإنتاج والعطاء في 33 سنة التالتة ولا لا؟ بالطبع لا. فلذلك انا وقفتي معاكم النهاردة عشان انتوا تكملوا 33 سنة التالتة بتاعتي في اول 33 سنة اللي كنتوا. ان كل 33 سنة بتكتمل الدورة كلها. فده اللي هنتكلم عليه يا بدر. يا بدر احنا هنتكلم على ان المنتج المحلي هو ارخص منتج حتى ولو كان مكلف في اول 5 أو 10 سنين. هو ارخص منتج. أرخص زرعة، أرخص جزمة، أرخص كرسي، أرخص عربية. يوم ما إمبراطور اليابان سمع صوت الموتور اللي أنتج في اليابان مش عارف في الثلاثينات أو الأربعينات كان ده بالنسبة له زي السيمفونية. ليه؟ مش لأن هو الموتور، لأن هو منتج بأيادي يابانية. منتج بأيادي اللي هو بيت القصيد في الإنتاج ده يا شباب هو العلم. والمعرفة ليس الجهل والانبطاح. هو الوعي اللي انت بتتكلم عنه يا أخت نور. هو التكامل مع المجتمع. هي اللغة اللي بنتكلم بها المجتمعات. هي الثقافة اللي احنا بنعرفها لأننا هو الإيمان بتاعنا. احنا اتكلمنا عليه قلنا له ولو احنا آمنا هنجعل الأرض تؤمن بما نقوم به. بما نقوم به وما نقوله أيضا. هو ده يا أخ بدر اللي هنتكلم عنه. أيوة في ناس ليها مصلحة. فيها مصلحة أنها تستعملها اقتصاديا. أنت من مصلحتك أنها تقاوم. إزاي؟ بالعلم، بالمعرفة، بالبناء، بالصبر، بكذا، بالرفع الوعي، بتفتين المؤسسات الحكومية، المؤسسات المجتمع المدني إلى آخره. ودي مسيرة. مش يوم وليلة. تاخد سنوات. لما ربنا زي ما احنا قلنا في أول الكلام، لما خلق الكون، خلقه في ملايين السنين عشان إيه؟ عشان خدمتك أنت يا ابن آدم. خلق لك كل مكون في الحياة ليخدمك يا هيا. فاحنا نسينا انهم خلقوا من اجل خدمتنا. ونسينا عبادة الله سبحانه وتعالى. تعرف اعظم شيء في عبادة الله هو ايه؟ ان الارض لله يرثوها عبادها الصالحين، صح؟ صح؟ ان الارض لله يرثوها، مش كده الآية؟ تعرف مين هم العباد الصالحين بتوع ربنا؟ مش بس اللي بيصلي ويصوم ويلبسوا حجاب ويلبسوا نقاب، لا. الذين يصلحوا الأرض
واصلحوا الكوكب واصلحوا اركان الحياه بالعلم والمعرفه. لما كان المسلمين هم العباد الصالحين استطاعوا انهم يبنوا حضاره من الاندلس للصين على مدار 1000 سنه. الصلاح هو اصلاح المجتمع. دينك يصلح مجتمعك، ايمانك يصلح مجتمعك. لما دلوقتي احنا بعدنا عن اصلاح الصلاح المجتمعي، اصبح الغربيين جزاهم الله خير عندهم هم قدره على الاصلاح بالعلم وتفوقوا عليه. فلن نتفوق عليهم الا بالعلم والمعرفه. ما يجيش بقى نقول اصل احنا كنا كذا وكنا كذا. طب ما كنا كان وكنا، خلاص ده كان وكنا. من انا؟ فلذلك ارجع بس عشان نختم، انا عندي مسؤوليه قدام المجموعه بتاعتي فسيرة، وقدام مجتمعي، وقدام جامعتي، وقدام ايه وطني، وقدام اللي هو الاقليم بتاعي، وقدام العالم كله، وقدام ربي. معانا يا شباب؟ اين انا من هذه المسؤوليه؟ ده الموضوع اللي احنا عايزين نتكلم فيه. لذلك انا مبسوط جدا واتمنى ان اقعد معاكم للصبح وما سافرش. اتكلم جد والله. ليه؟ لان انتوا بتفتحوا في اذهاني وفي قلبي وفي فكري وفي روحي افاق انا ما كنتش اعرفها. لكن انتوا هتكملوا ال 33 سنه الثالثه في حياتي. معايا يا مريم؟ تجي لي كده وانا عندي 99 سنه وتقول لي هي عملنا نعمل ايه بقى دلوقتي؟ اقول لي تعالى ال 33 سنه الرابعه. واخده بالك؟ وهكذا. ها؟ مش هتسيب لنا حاجه ولا ايه؟ ما انت تيجي معاها. انا مش هموت. الحمد لله. بس انا مش عايز اطول عليكم. يا نور يعطيك العافيه. ما قصرت. احنا بنسال سؤال ثاني. حد عنده سؤال ثاني يا شباب؟ ما قصرت. يعطيك العافيه. تعالي هنا عشان الناس يشوفوا ان انت صاحبه الدعوه. كلنا صلاه. تعالي يا الاونر شيب. فين فين شيخه؟ شيخه. وفين حنان؟ حنان اماني. اماني. كلكم تعالوا. كلكم اطلعوا. تعالوا مش انتوا اللي هتاخدوا المجموعة؟ يورا بتمثلنا. يورا بتمثلنا. تعالوا 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 تعالوا. الناس هتشوفنا لوحدي بخش. الناس شافوني وخافوا مني. تعالوا يا شباب. اشترك على مشاركتك معرفتك معانا قبل. تعالي هنا نورا. اسمعي تعالي يا اي تعالي يا مريم. انتوا مديروا كلكم. دكتور ناخذ معاك صوره في النهايه معانا. طيب. مع كل حد. تفضلي بس اختمي انت بقى. بس نحب نشكرك على وقتك ومشاركتك معنا قبلتك ونقدرك جدا تونك. شكرا جزيلا. انا خدامك في اي وقت وفي اي زمان وفي اي مكان. شكرا. خلاص ما تكسفوش. ها؟ جزاكم الله خير وربنا يكرمك. يا طيب. بدي اصور انا. تعالي يا مريم. يلا صور انت يا عمر. حاضر. إيه؟ اوكي خلاص. لا انا. لا انا. تعالي يا رب. سلام. عملت جمع في الهلال. عيني بتطلع. عشان دي اخش بيها الجامعه. من الهلال الاحمر والفسيله. اوكي. تشكر الاستاذ. شكرا. تفضل 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 تكلمني. انا تحيه حق الدكتور. يا جماعة نصور معاصرة جماعية من حب يشاركنا. يلا يلا إن شاء الله. لا محمد. يلا يلا.